بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في سهره جديده من الاهلي في رمضان على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه بحب اقول لحضراتكم واقول لزميلي فارس كل سنه وحضراتكم طيبين. سنه طيبه يا كابتن. وبمناسبه طبعا اقتراب عيد الفطر المبارك، اعاد الله علينا بالخير واليوم والبركات. عايز اقول لحضراتكم النهارده كانت اخر جمعه في رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. حلقتنا النهارده في الفقره الحواريه هيكون معانا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، صخر الدفاع. الحقيقه اللي ما اتفرجش عليه فاته كتير، مش بس في النادي الاهلي وايضا منتخب مصر. لاعب من المدافعين اللي كان بيحب ينقل الكره من رجل لرجل، مش دايما بيلجا للكور العاليه والطويله. النجم ده هو الكابتن ماهر همام. كابتن ماهر همام في كواليس كتير جدا جمهور النادي الاهلي ما يعرفهاش، هنعرفها النهارده في الفقره الحواريه ان شاء الله باذن الله. نتمنى تعجب حضرتك. مساء الخير عليك يا فارس. مساء النور يا كابتن هيثم، وسعيد بوجودي مع حضرتك، وسعيد ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم حلقه جمهور الاهلي بينتظر فيها كتير. طبعا زي ما قال كابتن هيثم، معانا كابتن ماهر همام، احد رجال النادي الاهلي المخلصين واحد افضل المدافعين في تاريخ الكره المصريه على الاطلاق، تاريخ النادي الاهلي. اكيد هنقدم لكم فقره نتمنى تكون شيقه ونتمنى تعجبكم. ولكن طبعا رمضان جاي السنة دي بأحداث كروية ساخنة جدا، شفنا تتالي وتتابع القرارات، شفنا بيان النادي الأهلي السابق اللي كان بيتكلم فيه عن التحكيم وعن رغبته في استخدام حكام أجانب وعن تساؤلات كان طرحها لاتحاد الكرة وكلها تساؤلات مشروعة. بعد كده بدأنا نشوف استمرار الأخطاء التحكيمية، وكمان بمعزل عن ده كان النادي الاهلي النهارده في اجتماع مهم جدا. الحمد لله الفريق ماشي كويس في مباراه الاتحاد وادتنا ثقه قبل مباراه الزمالك، ولكن ابدا القصه مش قصه نتيجه مباراه، ولكن القصه في النادي الاهلي مساله مبدا. عشان كده محتاجين نطلع ونشوف النهارده اجتماع مجلس الاداره كان على طاولة الاجتماع ايه اهم القرارات، من خلال الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الاهلي. هذه تحية لكم جمهور النادي الأهلي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مجلس إدارة النادي الأهلي انعقد اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لاستعراض عدد من الموضوعات. الاجتماع الحقيقة انتهى وصدر بيان يتعلق بواحد من الموضوعات اللي شد الانتباه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من القرارات الإدارية وفي مجال النشاط الرياضي الأخرى. لكن خلونا نقول لحضراتكم البيان الصادر بخصوص موقف النادي الأهلي من التحكيم والأخطاء اللي وقعت الحقيقة على مدار الأسابيع الماضي وأفقدت النادي الأهلي عدد كبير من النقاط. الأهلي يتمسك بإسناد مبارياته لحكام أجانب. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع اليوم بجلسته المفتوحة الرد الذي تلقاه النادي أمس من اتحاد الكرة بشأن الشكوى من الأخطاء التحكيمية التي جاءت بحق فريق كرة القدم خلال المباريات الماضية، وكذا طلب النادي إسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول. وعليه فإن المجلس وهو يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة، منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة يراها غير متعمدة ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء، ويتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته. ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدى الشهور الخمس الماضية بشأن ذات الأخطاء التي دفعت بعض الأندية مؤخرا للمطالبة بإعادة مبارياتها، وتلقى النادي الأهلي وعدا بتطوير منظومة التحكيم، لكن لا تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي، بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير نظرا لحساسية المنافسة. ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي، ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط مباراة كل 72 ساعة، ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ومعها كل الحق بنتائج إيجابية على كل المستويات، فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول،
ووفقا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة ب 15 يوما، لذا يؤكد النادي الأهلي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4/5/2021، وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه، لا سيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول المشاركة في المسابقات المختلفة. ده كان أبرز ملف الحقيقة في اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو تمسك النادي الأهلي بخطابه السابق المرسل إلى اتحاد الكرة بضرورة استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لإدارة مباريات النادي في مسابقات الدوري، في مسابقة الدوري العام، بعد الأخطاء الحقيقة اللي تعرض لها النادي الأهلي وأفقدته عدد كبير من النقاط. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكل عام وحضراتكم بخير. رمضان يعني يسرع الخطى، ونستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات. طبعا دي كانت كلمة الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، وشفنا طبعا أنه دي القرارات أو الأمور اللي خرجت من داخل المجلس، بس لينا بعض التعقيب على اللي احنا سمعناه مع حضراتكم دلوقتي. طبعا هو اللي ذكره النادي الأهلي في بيانه، وهي النقاط الإيجابية اللي جت من اتحاد الكرة، وأنه اتحاد الكرة اعترف أن في أخطاء تحكيمية، وقال كمان أنه يراها غير متعمدة ولم يكن القصد منها الحق الضرر بفريق الكرة. طيب يبقى النادي الأهلي لما اشتكى وقال أن التحكيم فيه مشكلة، ما كانش النادي الأهلي بيقول أبدا كلام مرسل، كلام حتى اتحاد الكرة أقر به، وكان سبب زي ما سمعنا الأستاذ شريف فؤاد بيقول دلوقتي أنه النادي الأهلي خسر نقاط كثيرة في مشواره خلال 5 شهور اللي فاتوا، وهنستعرض مع حضراتكم بالترتيب كان تأثيرها علينا ايه في الفترة اللي فاتت. عايز كمان اشير النادي الاهلي من يعني يعتبر اكثر فريق مصري محمل، بيشارك في 5 بطولات، الحقيقة اجهاد بدني رهيب على لعيبته، واهم من الاجهاد البدني هو الاجهاد الذهني. انا كنت لعيب وعارف، انت لما بتتحرك بضغط المباريات ذهنك بيبقى جسمك عامل زي المكنة، انت مش حاسس انت بتعمل ايه، فالاجهاد الذهني اخطر واكثر إلاما على اللاعب من الإجهاد البدني. طبعا النادي الأهلي أشار لده في بيانه، وكمان النادي الأهلي أكتر نادي دعم التحكيم المصري، النادي الأهلي تغاضى كثيرا عن أخطاء التحكيم اللي دفعت كثير من الأندية لطلب إعادة مبارياتهم. النادي الأهلي كان من أكتر الأندية اللي دعمت التحكيم المصري وملف التحكيم المصري، ولكن للأسف ما زالت الأخطاء مستمرة، وتنظيم ومنظومة التحكيم تحتاج تطوير، مش برأي النادي الأهلي فقط ولكن برأي القاصي والداني. طبعا في النهايه الاهلي بيتمسك بطلبه، النادي الاهلي بيتمسك باستقدام حكام اجانب طبقا للائحه او للماده 110 ج اللي كنا قلنا لحضراتكم، وايضا الماده 111 في لائحه التحكيم. ونادي الاهلي طلب في الميعاد القانوني قبل المباراه ب 14 يوم، والنادي الاهلي قال انه هيرسل شيك تكلفه استقدام الحكام من ليفل 1 او من المستوى الاول في اوروبا لتحكيم مبارياته المهمه او المباريات اللي يطلبها، واكيد طبعا ده طلب مشروع طالما في اللائحه، ولا ايه رايك يا فارس؟ متفق معاك جدا، لان النادي الاهلي الخطوه دي هو ما انتهى اليه الوضع، يعني النادي الاهلي حاول كتير جدا ان هو يفترض حسن النيه في الاخطاء اللي بتحصل، ولكن احنا قدام حاله من الاثنين، يا اما الاخطاء دي بتحصل بشكل ممكن نقول في اهمال، في حكام مش مركزه، وقدام حالة تانية إن النادي الأهلي بينافس على بطولات، النادي الأهلي بيصرف مبالغ كبيرة جدا عشان يكون فريق كرة عشان يحقق البطولات دي، وقدام النادي الأهلي كمان في جمهور مهتم بتحقيق النتائج. إذن أنا مش ممكن أبدا أعتبر إن النوايا الحسنة في الأخطاء دي وافترض إن مفيش مشكلة، اغلط زي ما أنت عايز والنادي الأهلي يتحمل، لا. خصوصا لو لاحظنا حاجة غريبة جدا تدينا مؤشر خطر، أنا بشوف إن هو يستدعي وقفة وكمان يستدعي قلق أكتر، وهو إيه؟ أنا عندي أخطاء واضحة حصلت لنادي الزمالك في مباراة بيراميدز، صحيح كانت مسار حديث كل وسائل الإعلام وناس بتطلب إعادة مباريات، وأعتقد أثرت على شكل المسابقة. طيب طبيعي أنا في الحالة دي إيه اللي يحصل يا كابتن هيثم؟ أنا كلجنة تحكيم هجيب حكامي أقعد أتكلم معاهم، الوضع وصل لمستوى خطير،
المسابقه بتتهدد نتيجه كم الاخطاء الفادحه في وجود الفار، وده المريب جدا في وجود الفار. المفروض الفار الاخطاء تقل بالعكس اللي هو اللي حصل. متفق معاك. طيب انت بتشوف الشواهد دي، طبيعي هقعد مع حكامي اقول لهم لا مجال للخطا في المباريات القادمه، ده الشيء المنطقي. طيب لما اجي بعدها على طول في المباراه التاليه مباشره ولاقي اخطاء فادحه جديده في مباراه طرفها نادي الزمالك اللي هو كان طرف المشكله اوريدي مع بيراميدز، هل هنا في اي مجال لافتراض حسن النوايا؟ لا اعتقد طبعا. لا، لان طبعا. هنا الموضوع اذا كان الحكام بالنفسيه اللي تخليك بعد اخطاء زي مباراه بيراميدز تنزل برضه تغلط في المباراه اللي بعدها بتاعت نادي الزمالك، فاعتقد هنا احنا قدام مؤشر خطير جدا، وهي ان الحكم مش فارق معاه يغلط او ان الحكم مش خايف يغلط. صحيح. ودي الكلمه الخطيره جدا، الحكم مش خايف يغلط، عشان كده النادي الاهلي كان ليه وقفه مهمه جدا. طيب النادي الاهلي لما راح للوضع بتاع استخدام حكام اجانب، هل هو استند اليه ككلام مرسل؟ لا طبعا. تعال نشوف النادي الاهلي النقاط اللي ضاعت منه في مباراه دجله نتيجه اخطاء تحكيميه واضحه، فقدت نقطتين قدام دجله، ضربه جزاء لاحمد بكم صحيح لم تحتسب، فقدت نقطتين. رحت بعد كده لمباراه زي البنك الاهلي، عندك هدف واضح، دي مباراه دجله اهي، بنشوف الكوره بتاعه بكم اللي كل خبر، ادي الشده الراجل بالزبط. يعني اسكندر ماسك ايد احمد بكم يعني وبتهيالي يعني واضحه، يعني قصد اقول مش مثلا مش جذب مثلا، لا 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 هو واضح، واضح حاله المسك. نروح لبعد كده، خلاص اكتفينا باللقطه دي، نروح بعد كده للبنك الاهلي، ادي هدف واضح بيسجله ايمن اشرف والهدف يتم الغاء. ومعلش لو الهدف ده يلغى يبقى ثلاث ارباع اهداف اوروبا تتلغي بالظبط، لان كمان الفكره ان الخطا هنا مش خطا ممكن يحصل فيه لبس زي زمان كنا بنقول الخطا البشري، لا انت رحت الفار وبتشوف في وجود الفار اهي اللقطه دي اللي بتكلم عليها، والحكم بيشوف بشكل واضح اللقطه ومع ذلك بيتمسك في لعبه بتتكرر زي ما كابتن هيثم قال لكم في اغلب الدوريات الاوروبيه وما بنشوفش لقطه الغاء. نروح بعد كده خلاص اكتفينا بالمباراه دي، اعتقد الصوره وضحت، مباراه بيراميدز وضربه جزاء صحيحه لم تحتسب لمحمد شريف، وكان طرف اللقاء بقى ده المضحك كابتن جهاد جريشه بطل الكوارث التحكيميه في الكره المصريه، وهدف ملغي لوالتر بواليا، طبعا واضح عدم اللعب على الكوره واللعب على قدم محمد شريف. كره زي دي توضح تماما ان في مشكله، ليه؟ كره زي دي لما تتعاد في الفار هيشوف ان التدخل كان على رجله مش على الكوره، فكان لابد ان يحتسبها. طب انا اقيس بقى مع حضرتك ان نفس الحكم جهاد جريشه في مباراه بيراميدز والزمالك هو اللي راح للفار وبرده احتسب القرار غلط. صحيح. طيب انا هنا افترض حسن النوايا ازاي؟ المسطره مش واحده. حد ممكن يقول لي ازاي افترض حسن النوايا؟ طيب نروح بعد كده لمباراه المحله، و عندنا لقطة محمد هاني اللي الكل أجمع إن هي ركلة جزاء لم تحتسب. طيب عندنا كمان كان في نفس المباراة طرد المدافع محمود فتح الله لم يحتسب. أعتقد كده اكتفينا بالحالات التحكيمية دي، لقطة محمود فتح الله الطرد لم يحتسب. نرجع بقى عشان نتكلم في فكرة الأخطاء دي. كم نقطة دول يا كابتن مثلا؟ دول 9 نقاط. 9 نقاط. دول يعني دول 9 نقاط دول مهمين جدا في مشوار الفريق. والفكرة زي ما حضرتك قلت وعلقت في نقطة مهمة قوي، إن الحكم جهاد جريشة هو حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اللي ما بيحسبش لمحمد الشريف. صحيح. وبيروح يحسب على في مباراة بيراميدز على أحمد سامي، الكرة لمست يد بكل سهولة، وهنا فار وهنا فار. فأي شكل أو أي منطق يقول إن النادي الأهلي يفترض يا كابتن هيثم حسن النوايا. صحيح. في الأخطاء دي، فالنادي الأهلي مش هيتعامل بالنوايا الحسنة، إحنا لن نتعامل مع أحد بفكرة النوايا الحسنة، لأن أنا آسف إن لازم أقول لكم ما بقاش في مجال للنوايا الحسنة، والبعض شاطر جدا، البعض شاطر جدا في إيه بقى؟ في فكرة الصوت العالي، وفكرة إن أنا أعمل بروباجندا. هل يعتقد أحد أن نادي الزمالك اللي تعرض للمجاملات التحكيمية الفجة أمام بيراميدز هو اللي يطلع يعقب على جهاد جريشة ويقول البعض أن جهاد جريشة توقف عشان ظلم الزمالك؟ إحنا هنا أمام فداحة
في الرأي وأمام فكرة إن إحنا لا إحنا بنتعامل مش فارق معانا، وفكرة الصوت العالي عشان نعدي اللقطة، وفكرة تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي البعض حاول يدخلنا فيها عشان يلهي الجمهور عنها، لا ده مش هيحصل، والنادي الأهلي مش هيقع في الفخ ده. وطبعا في نقطة مهمة حضرتك اتكلمت فيها، قلت النادي الأهلي اتقال له إن أنت عشان تستخدم حكم أجنبي لازم قبلها بقد إيه تكون سددت؟ 14 يوم. طب النادي الأهلي حاضر، أنت بتقول إن في لائحة بتحكمني وبتقول 14 يوم، يا سيدي أنا هدفع لك الشيك وهات الحكام الأجانب. واضحة. خليني أقول لك كمان تصريحات طبعا الكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الشرعية. دي ضربة استباقية بقى منك. دي كانت هو يعني سبق بتصريحات معينة في أحد اللقاءات أو في أحد المداخلات في أحد البرامج، وقال انه لو النادي الاهلي طلب حكام اجانب وجبنا حكام اجانب، طب ما الكلام ده مش هيكون فير او مش هيكون عادل. ممكن طبعا حضرتك تستعرض التصريح؟ طبعا شوف مساله استخدام حكام اجانب ليست ماديه، ليست ماديه، لان هناك انديه اخرى لا تستطيع ان تدفع لو كان البعض يرى ان هناك حكام ليسوا على قدر معين، بقدر معين من فنادي يقدر يدفع يعني بص انا اطبق العداله. يعني هي الفكره كلها انه هو الاستاذ احمد مجاهد بيقول انه انا مش هقدر اجيب للاهلي حكام اجانب، ويستمر طبعا المسلسل الاستباقي انه طبعا هيبقى مش عادل لان في انديه مش هتقدر تجيب. طيب انا عايز اعقب على الموضوع ده بموضوعين. استاذ احمد مجاهد هو اللي كان موجود من سنتين في اتحاد الكره، وكان نادي بيراميدز 2019 وكان بيستقدم كل مباراه، مش مباراه بقى المهمه ولا الجماهيريه، لا ده كل مباراه كان بيستقدم حكام اجانب. دي رقم واحد. رقم اثنين، عمر ما في حاجه في اللائحه انا طالب بيها ما اسمهاش عدل او ظلم. يعني انا لو عندي بند الاتحاد نفسه بالظبط، يعني لو عندي لائحه او بند في الاتحاد نفسه انا بطالب بيه، اذا هذا قمه العدل وليس ابدا تجني على انديه اخرى، الا اذا كان الاتحاد من اول يوم شالها. طالما موجوده في اللائحه وطالما بند مهم في اللائحه انا التجأت اليه، اذا ده ابدا عمره ما يكون ظلم. يمكن الاستاذ احمد مجاهد زي ما تقول بيستبق عشان يعني لو الاهلي تمسك بالحكام استمر انا في ايه؟ في اودي الغطاء لقرار الاتحاد والاستمرار العند في عدم استخدام حكام اجانب. واضح ان سياسه العند، انا هاخد من الكلمه اللي قالها كابتن هيثم، لان واضح ان فلسفه استاذ احمد مجاهد هي العند. تعالوا كده نرجع لبيان النادي الاهلي السابق الخاص بالحالات التحكيمية اللي حصلت في مباراة النادي الأهلي، ولما النادي الأهلي طلع بيان بيهاجم فيه وبيتكلم فيه، خرج في نفس اليوم بعدها بنص ساعة قرار إن الشناوي يحال التحقيق ثم كذا كذا كذا. طب النادي الأهلي برضو المرة دي اتكلم وخرج بيان عن حالات التحكيم في مباراة المحلة، خرج بعدها بنص ساعة نفس البيان اللي بيقول إن كابتن سيد محل التحقيق. فالفلسفه اللي بيتبعها بقى كابتن احمد مجاهد ايه او استاذ احمد مجاهد ايه؟ وهي فكره ان انا دايما هضغط عليك، ان انا دايما لا هحطك بفكره ان انت مطلع بيان حاجه بتضغط بيها انا كمان هضغط عليك، والسياسه دي لا تصلح مع النادي الاهلي. وعلى فكره احنا مش عايزين نجيب تصريحات كان بيتقال فيها بشكل واضح انا اكتر واحد خدمت نادي الزمالك، احنا مش عايزين حد يخدمنا، احنا في لائحه بنرجع لها تطبق، طالبين تطبيق اللائحة اللي بتقول إن من حق استخدام حكام أجانب. وكمان بذكر حضرتك فكرة العدالة بقى بتاعة الفرق القادرة على الدفع. طب معلش، طب ما في أندية بتقدر تستخدم لاعبين أجانب بأسعار كبيرة جدا ونادي قدرته التسويقية إن هو ما يستخدمش، هل ده شيء مش عادل في المسابقة؟ ما بالك الحكم ده أساسا قياس مختلف تماما، لأن الحكم اللي جاي مش هيفيد فريق بعينه، ده هيفيد الطرفين. فأعتقد الفكرة دي واللعبة دي وفكرة وضع النادي الاهلي في حرج امام جمهوره، النادي الاهلي لن يقبل، والجمله بقى البعض يفكر فيها كده ان يتم حدوث اي شكل من اشكال ارضاء البعض على حساب النادي الاهلي، هذا لن يحدث وده مش مطروح ابدا داخل النادي الاهلي بكل منظومته أبداً. لن تقبل بده. وخليني اقول لك برضو انه يعني تصريحات او عدم استخدام مدربين اجانب، احنا والنادي الاهلي في بيانه السابق قال انه بيطالب اظهار الحقائق قدام الراي العام، يعني انت لو رفضت هترفض ليه؟ هل انتوا شايفين ان 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 ده مش من العداله استخدام حكام اجانب؟ هل ده حاجه يعني مقبوله امام الراي العام؟ ابدا، لانه انا ملتزم باللائحه، والنادي الاهلي قال في بيانه النهارده انه هيبعت الشيك المختص طبعا او تكلفه استخدام الحكام الاجانب زي ما قالت اللائحه بالظبط وفي الميعاد المقرر ليها. اذا النادي الاهلي دايما بيلتزم باللوائح، والنادي الاهلي هو اكتر نادي دفع ثمن الاخطاء التحكيميه. ولكن خلينا برضو نبص لحاجه جميله حصلت، فوزنا امبارح على
الاتحاد السكندري ده كان اكيد ساب انطباع جيد وراحه جميله جدا وسط المجتمع الاهلاوي. كان فوز مهم 2-1 امبارح، شفنا بدر بنون بيحط هدف، شفنا قفشه كمان يعني زي ما بيقولوا راجل المباراه، كان ليه دور كبير جدا. الماتش امبارح كان ماتش محتاجينه في توقيت مهم، وكان فوز غالي جدا للنادي الاهلي، ولا ايه رايك يا فارس؟ كان مهم جدا زي ما حضرتك بتقول الفوز ده، لان النادي الاهلي راجع من ضغط مباريات، النادي الاهلي عنده اصابات كتير جدا. طيب ايه فكره تحسن الفريق؟ تحسن الفريق رقم واحد هو استعاده اللاعبين اللي بيشكلوا الفارق مع النادي الاهلي. دخول ايمن اشرف وبدر بنون كان مهم جدا، وجود محمود متولي بعد عودته من الاصابه ايضا كمان مهم. ده انعكس على الفريق. بنون امبارح الاكثر استخلاصا في الملعب للكره، كان مساهم في الهدف اللي سجله من ركله جزاء، وايضا الهدف الثاني ساهم في بدايه الهجمه، ادي هدف اللي سجله بنون من ركله جزاء. وبنون انا في رايي خلي بالك صعب جدا تبقى راجع من اصابه وتخش على ضربه جزاء بعد خساره مباراه. يعني بدر بنون بيثبت يوم بعد يوم انه صاحب اعصاب فولاذيه يستحق الارتداء، وطبعا ده غير بقى المباراه الرائعه، انه لاعب من الطراز الفريد اللي يستحق ارتداء لاعب دولي منتخبات في المنتخب المغربي، تدرج في جميع المنتخبات، وده الهدف الثاني. طبعا كان النادي الاهلي في مباراته دي عنده اهداف مهمه جدا، وهي ان النادي الاهلي يستعيد الثقه قبل مباراه الزمالك، وده اللي حصل فعلا. كمان مهم جدا نقف عند قفشه وتسجيله هدف، لان قفشه بيواصل مشاركته في الاهداف، 8 اهداف بيشارك فيها قفشه. وكمان اللي انا عايز اروح ليه بعيدا عن ارقام الاهداف، قفشه لاعب مؤثر في الدوري ومؤثر في افريقيا، وبيمتلك الشخصيه كابتن صحيح. هيثم، وده قليل جدا انك تلاقي لاعب هو حابب انه يكون عنده روح القياده، هو حابب لما قال اهل ابو تريكه ووائل جمعه رجع كان بيعنيها. امبارح شفنا قفشه في لقطه طريفه جدا يمكن البعض ما خدش باله منها وهو بيروح لموسيماني، وده ذكاء اللاعب اللي عارف ان وضع الفريق ايه، وان العمليه كمان محتاجه المدرب تجاه اللاعب واللاعب تجاه المدرب. ده سلام باسكت بول شويه كده. ده بتاع حضرتك بقى يعني الحنين للباسكت، كره سله كده برضو يعني يعني ربط الالعاب مع بعض برضو. بالظبط، قفشه كان حريص ان هو يروح لموسيماني في اللقطه دي، وكان حريص ان هو يحتفل معاه، وده مهم جدا ان اللاعب يكون يا كابتن هيثم مدرك صحيح. الامور اللي حوالين الفريق عامله ازاي. قفشه بشوف فيه لاعب من نوعيه الجيل بتاع 2005، يمكن ظروف الفريق ان شاء الله تساعده انه يحقق كتير جدا مع النادي الاهلي، وكان مهم جدا استعاده كتير جدا من المصابين قبل مباراه الزمالك اللي هتفرق معاه. طب انت شايف انه موسيماني يعني اكيد بيتعرض لامور ما تعرضهاش مدير فني قبل كده، يعني ضغط المباريات، اخطاء تحكيميه، اصابات، امور كتير جدا موسيماني الحقيقه بيعدي بيها، والحمد لله حتى الان هو ناجح انه يعدي على هذه الصعاب، ودايما بيحاول يشتغل وما بيحاولش يتكلم كتير، ما بيحاولش يبص يمين شمال، بيشتغل على فرقته، بيشتغل على الاخطاء اللي عندنا في الفرقه، بيحاول دايما يكون النادي الاهلي عنده ده، بيشوف الاخطاء وبيعالجها، وبتهيألي اي مدير فني بيشتغل بالعقليه دي اكيد هينجح. وكمان مش كده بس، موسيماني عامل روح جيده جدا جوه الفريق، يمكن السلام اللي شفناه من قليل مع طبعا محمد مجدي قفشه ده بيبقى يعني بيدل لاعب نجم زي ده لما يحط هدف ويجري على مديره الفني، الحاجات دي بتبقى مؤشرات معينه بتقدر تعرف منها الروح وحده الفريق، اوضه اللبس عامله طبعًا. ايه وحده الفريق بالظبط، وكمان يعني بتلاقي حتى الفرقه كلها هارموني واحد. لعيب لما يبقى راجع من اصابه ويخش يلعب زي بدر بنون، ويبقى ايمن اشرف راجع من اصابه، بتلاقي بتحسش ابدا لو انت متفرج بتتفرج على الفرقه دي اول مباراه من فتره، مش هتحس ابدا ان هم كانوا مصابين. كل ده شغل مدير فني، كل ده شغل وتظبيطات وتكتيكات وروح مع اللعيبه عاليه جدا. كل ده المسؤول الاول عنه هو موسيماني. وموسيماني خليني اقول لكم كمان انه بيتعرض ايضا، ما فيش اول اخفاق يحصل او اي تعثر يحصل بنلاقي يعني موجه شديده جدا من الانتقادات، ولكن هو يعلم جيدا ان هو بيلعب في النادي الاهلي، او سوري بيكاتشن على النادي الاهلي، وان الكاتشنه في النادي الاهلي او تدريب مسؤوليه تدريب النادي الاهلي الموضوع مختلف وموضوع يعني صعب ومسؤوليه كبيره. يمكن تعرض عليه كمان انه يروح يمسك منتخب بنوب افريقيا، ده ما يخفاش على حد، ولكن تمسكه بالنادي الاهلي اكيد يعني طبعًا. احساس بالمسؤوليه ومسؤوليه قدام جماهير النادي الاهلي قبل ما تكون اداره. ان شاء الله ده يا كابتن ينعكس باذن الله في النتائج. عندنا مواجهات مهمه جدا الفتره الجايه، مواجهه نادي الزمالك ثم المواجهات الافريقيه، ولكن ايضا ده لن يجعلنا نغفل، لان احنا في دوري في منافسه.
شفنا النادي الأهلي وشفنا مباراته مع الاتحاد، كان في نفس الوقت الزمالك بيلعب مباراة مع نادي سموحة. وهنا عشان خاطر نربط الأحداث اللي بتحصل في لقطتين ما ينفعش نفوتهم أبدا. معلش يا فارس، الأحداث اللي بتحصل وتأثيرها على النادي الأهلي طبعا، ما خلي بالك اللي انت هتسرده دلوقتي هو ليه تأثير وإمباكت مباشر على النادي الأهلي، وخصوصا زي ما قلنا انه بعد حالات تحكيمية كان فيها لغط كتير، فيها لغط تخص نادي الزمالك الأسبوع اللي فات. صحيح. وهي لقطة ضربة الجزاء لصالح نادي سموحة الغير محتسبة على طارق حامد. طبعا هنا كابتن الحنفي اللي بصراحة عمل حاجة غريبة جدا في لقطة الجزاء. لو شفنا طارق حامد المحصن والممنوع والفوق الشخص اللي فوق أي قرارات، أنا بسميه سوبر طارق حامد، وهو بيرتكب ركلة جزاء. هنا الغريب إيه اللي حصل بقى كابتن هيثم؟ كابتن الحنفي راح شاف اللقطة من زاوية واحدة، في رأي الزاوية كانت بتوضح إن في اصطدام. الحكم اللي على خلفية حكم زميل سابق ليه المباراة اللي فاتت، هنا بقى هو ما شافش اللقطة دي، والأغرب إنه ما طلبهاش، هو اكتفى باللقطة الأولى، والفار كده لما حس إن من الآخر أنت بتشيلني الليلة فراح عارض اللقطة دي أكتر من مرة عشان يقول يا جماعة والله العظيم في زاوية تانية بتأكد إنها ركلة جزاء. كابتن محمد الحنفي هو اللي رفض يشوفها. فهنا واضح إن الفكر إيه بقى؟ أنا عندي حكم زميل زي جهاد جريشة كان عامل كارثة تحكيمية الماتش اللي فات. طيب جيت في لقطة فيها لغط زي ده. لا، كابتن محمد الحنفي يعني اكتفى إنه يشوفها من زاوية واحدة ومفيش أي حرص على إنه يتأكد من اللقطة. صحيح. طب هل أنت تعتقد دي خلفية نفسية لحكام خايفة تغلط؟ لا، أنا شايف إن يعني معلش يعني أعذرني، أنا شايف إن هو يعني مبدأ حسن النية لازم أشك فيه. يعني لازم انا كمشجع اهلاوي لازم اشك ان مبدا، لان هو المعايير مختلفه، اشوفها المسطره بالظبط. لا، او المعايير مختلفه، الفار هنا بيحكم بحاجات معينه وفي مباراه الاهلي بيحكم بحاجات معينه، وانا كحكم لازم اطلب اتحقق. انا طالما رحت للفار والمسؤوليه بقت عليا قدام الناس لازم اتحقق واجيبها من اكتر من زاويه، انما اكتفائه بزاويه واحده امر مريب. طبعا طبعا انا بتكلم هنا عن طارق حامد، لان كمان اللقطه كان طرفها طارق حامد اللي هو انا بعتبره ان هو فوق القانون بتاع كره القدم على مستوى العالم. يعني صحيح. طارق حامد في مصر بيعامل ان هو لا تطبق عليه لوائح. تخيل ان اللاعب اللي المفروض كان يطرد الماتش اللي فات هو اللي لعب وارتكب ضربه جزاء لم تحتسب الماتش ده، وهو اللي سجل هدف لفريقه. طبعا مفارقه تخص طارق حامد المحصن بقرار مصري، انا ما اعرفش طارق حامد خد الحصانه امتى، ولكن يبدو ان طارق حامد معاه نوع من انواع الحصانه اللي احنا ما نعرفهاش، وبنتفرج على المهزله التحكيميه في التعامل مع لقطات طارق حامد. كان عندنا بقى حاجه تانية خالص يا كابتن هيثم تستدعي بقى وقفه، لان احنا شفنا الاعلام بيتعامل مع النادي الاهلي ازاي الفتره اللي فاتت. حضرتك شفت الموقع اللي نشر تصريحات محرفه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وطلع وجهه نظرنا صح في قناه النادي الاهلي ان تم تحريف التصريحات وما اجتهدش اللي خد القرار انه يشوف الفيديو الاصلي كان فيه ايه. كان زي ما كابتن هيثم قال لكم في تصريحات تم الاعتذار عنها، ولكن احدهم ودي لقطه فرجاني، دي لقطة فرجاني نرجع خلاص شوية لأن يعني انتقلنا خلاص لقطة فرجاني تمام، كان يستحق الطرد برضه في المباراة، ولكن عندنا لقطة تانية خالص. ده على فكرة ما احنا المباراة القادمة هي مباراة القمة، خلي بالك يعني القرارات دي تنعكس بشكل أو بآخر على النادي الأهلي. يعني احنا ما بنتكلمش كلام احنا مش طرف فيه. خلينا أقول حاجة كمان، إن بيان النادي الأهلي وضح حاجة، إن النادي الأهلي أكتر الأندية المصرية مساندة للتحكيم المصري، وإحنا ما زلنا بنساند التحكيم المصري، ولكن الأخطاء الفجة اللي أثرت بشكل كبير جدا على فقدان نقاط كثيرة ما نقدرش يسكت. يعني خلاص الموضوع ما بقاش على زي ما قال زميلي فارس إن مش محدش هيتلاقي حد في النادي الأهلي هيجاملك على حساب النادي الأهلي نفسه. فضل هو فارس. مهم جدا إن زي ما حضرتك بتقول النادي الأهلي عايز يساعد التحكيم المصري، بس مهم جدا إن التحكيم المصري يساعد نفسه. صحيح. والأهم بقى إن عندنا في الوضع اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت وشفنا التصريحات اللي كانت في ناس اعتذرت عنها، في كده حد عدى وسط كل ده وفي رأيي ارتكب خطأ مهني لا يقل أبدا عن كل اللي اتعمل، بل بالعكس هو أكبر، لأن المواقع اللي ممكن بتكون مش في تعود من نوع الأخطاء دي مختلفة تماما عن إعلامي بقاله 30 سنة أو أكثر على الشاشة، وهو كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي أنا في رأيي واضح جدا إن عنده موقف موجه
من مجلس إدارة النادي الأهلي، وبشوفه في كل الضيوف اللي كانت معاه في بعض القنوات الأخرى، وبشوفه في سياسته خلال برنامجه. ولكن لما تقول وجهة نظر ودايما بتقول إن وجهة النظر التي لا قيمة لها، فده يعني أنت تقيم وجهات النظر زي ما أنت عايز. ولكن اللي مش مقبول ابدا ان اقول معلومات مغلوطه. ده مش معلومات، دي ارقام يا فارس. أرقام واقول ان الارقام ما بتكذبش. صحيح. اللي حصل ان كابتن مدحت شلبي قال ان اللي بيحصل من النادي الاهلي هو تعليق للشماعات بحجه الاجهاد وحجه الاخطاء التحكيميه عشان خاطر النادي الاهلي عنده مشكله. طيب انا مقتنع معاك ان كان في بعض المشاكل الفنيه، ولكن ده ما يستدعيش ان هو قال ايه بقى. قال النادي الاهلي اللي بيقول ان هو مجهد، ده مهم جدا يا كابتن هيثم، لعب في شهر فبراير 4 ماتشات. هو قال كده. نوضح لساده المشاهدين. وقال الارقام ما بتكذبش. صحيح. قال ايه بقى يا كابتن هيثم، ممكن حضرتك تقول لنا؟ قال طبعا انه مش هيقارن باوروبا، وقال انه الاهلي في ديسمبر لعب 4 مباريات فقط، وفي يناير لعب 7 مباريات فقط. هو بيجيب الارقام دي عشان يستشهد ان الاهلي لعب مباريات قليله في بعض مجهد. الشهور. وقال فبراير لعب 3 مباريات فقط لا غير في 30 يوم، طبعا فبراير مش 30 يوم عمره. في شهر مارس لعب 3 مباريات، الشهر الوحيد اللي لعب 8 مباريات هو شهر ابريل، ده كلام كابتن شلبي. ما هو الاجهاد ده تراكمي، لما اقعد شهر كامل بلعب 3 مباريات فانا جسمي مستريح جدا، لو لعبت الشهر اللي بعده 6 أو 7 انا جسمي مستريح والارقام ما بتكذبش. طبعا احنا هنستعرض مع زميلي فارس الارقام الحقيقيه بقى بالمواعيد المباريات في هذه الشهور، ونوري لحضراتكم الحقيقه فين. اتفضل. طيب كابتن مدحت شلبي قال الارقام ما بتكذبش، انا هاخد منك فعلا الارقام ما بتكذبش، بس البعض بيكذب. لان لو شفنا مباريات النادي الاهلي هنكتشف، لو عرضنا الصور هنكتشف ان المباريات اللي كابتن مدحت شلبي قال ان النادي الاهلي لعب في ديسمبر 4 مباريات، فالنادي الاهلي لعب 6 مباريات في ديسمبر امام الاتحاد وطلائع الجيش والمقصه والمحله وسندب والاتحاد. اعتقد يا كابتن مدحت ممكن تفتح موقع موثوق وتسيبك بقى من فريق اعدادك خالص وتعرف من خلال الموقع المباريات. يعني ما لعبش 4 مباريات؟ ما لعبش 4 مباريات الا لو في غلط في العدد والبعض ما بيعرفش يحسب. تمام. ولكن لو رحنا لفبراير هنلاقي جريمه ارتكبت في حق التصريح ده، لان لما اقول ان النادي الاهلي لعب 3 مباريات بس خلال فبراير، النادي الاهلي لعب 6 مباريات في فبراير بالتواريخ اهو امام الدحيل وبايرن وبالميراس والمريخ وسيمبا والطلائع. والمفارقه بقى اللي كابتن مدحت اغفلها، وانا عشان كده بفترض سوء النيه، لان مفيش مجال لافتراضه، ده فعلا في سوء نيه، ان النادي الاهلي لعب فين بقى؟ لعب في كاس العالم للانديه في قطر، ولعب مباريات في افريقيا في دوري الابطال، ولعب مباريات محليه. يعني النادي الاهلي اولا ما لعبش 3 مباريات، ده لعب 6، والنادي الاهلي سافر في بطولات مختلفه. اذا الحديث عن ان النادي الاهلي بيقول ان الاجهاد دون سند وان انا اجيب ارقام غلط، فده اعلاميا لحالتين يا جماعه. الحاله الاولى ان يكون عندي فريق اعداد بيعد غلط وبطلع اشتغل عليه من غير ما اتحقق من المعلومه، وببيع على الهواء الكلام اللي بيتقال من غير ما اركز فيه، ودي كارثه جدا، ودي مشكله مهنيه، لان مفترض كابتن مدحت شلبي بالسنين اللي عدى على الشاشه دي ما يقعش في كده. ولكن الخطا الاكبر، ولكن الخطيئه كمان، لانه ما يصابش بخطا، وانا اتمنى ما يكونش ده اللي حاصل، ان كابتن مدحت يكون عارف المعلومه الصحيحه ويطلع يقول عدد مباريات غلط للنادي الاهلي عشان يقول انه بيحط شماعه اجهاد. وخلي بالك برضو يا فارس، يعني يمكن الناس مش هتمشي تراجع، بس احنا بنراجع. بالظبط. احنا هنا في قناه النادي الاهلي بنراجع، متفق معاك جدا، وبنعرف الصح فين، وبنقول بالارقام بدون اي يعني تشويش او اي امور ممكن تبقى خارجه، او اي زي ما بيقولوا بيع كلام للجماهير، ولكن بنرد بالارقام، ولازم يبقى في اعتذار عن هذه الارقام، لان الحقيقه هي دي ما كانتش الحقيقه. اللي ضربه في مهنيته يا كابتن. اكيد اكيد. طيب اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وهنرجع خلاله هنستقبل طبعا الكابتن ماهر همام، وعندنا كلام كتير هنقوله، انتظرونا ولكن بعد الفاصل.
بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده سهرتنا مع بعض. الاهلي في رمضان وضيفنا النهارده ونجمنا، مش ضيف ده نجم. الحقيقه اللي ما شافوش فاتوا كتير. مدافع كنت تحب تتفرج عليه. مدافع كان بيحب ينقل الكوره من رجل لرجل. مدافع كان شرس جدا في الملعب بس اعلى اخلاق، ثلاث سنين ورا بعض واخد احسن اخلاق، ما خدش انذار واحد. لاعب تحتار فيه كلاعب. ما بالك بقى لما بقى مدرب ومدير فني، قمه في الاخلاق، عمل لعيبه كتير واجيال كتيره طلعت من تحت ايده. بنرحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ماهر همام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا اسم، اهلا بيك حبيبي ومكانك المفضل. اهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب. متشرفين بوجود حضرتك يا محمد كابتن ماهر. حضرتك قامه وقيمه في النادي الاهلي. ربنا يكرمك. انا بقول دايما حضرتك يعني قبل وجود المدافع العصري اللي احنا بنتكلم عنه الوقت، على فكره كنت بتعمل كل حاجه في الكوره. نيجي دلوقتي بنتكلم على البيلد اب، كابتن ماهر همام كان بيعمل بيلد اب قبل ما الناس اساسا تعرف ايه فكره البيلد اب هنا. فطبعا كابتن ماهر همام مدافع عظيم جدا، اتمنى الحوار يكون النهارده شيق، هنكشف لكم عن كواليس كتير جدا يا كابتن ماهر. حضرتك عايزين بقى نبدا من حيث بدايتك انت مع النادي الاهلي، ازاي كابتن ماهر همام انتقل للنادي الاهلي، وازاي كابتن ماهر همام تواجد مع جيل عظيم جدا داخل النادي الاهلي حقق بطولات كتير. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اسره البرنامج على البرنامج الشيق الجميل اللي معمول في رمضان. المشاهده جميله جدا والناس كلها بتتابع بشكل كبير، وخرجنا بقى عن يعني موضوع جميل، والاهلي في رمضان موضوع جميل بيحسب للاستاف كله على النجاحات اللي انتوا فيها ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله. عايز اقول لك ان انا واحد من ضمن جيل السبعينات اللي عاش في شوارع كره القدم حي العباسيه، الحي اللي اتولدت فيه، من الاحياء الشعبيه المعروفه بكره القدم زمان، كره الشراب اللي هي كانت الشهيره، ومعظم نجومنا الكبار كلهم مارسوا هذه. كان معانا قال نفس الحته. كره، حتى كمان محمود الخطيب يعتبر اعظم لعيب حبك لنادي الكوره برجل الرجل، يمكن هي اللي علمته المهاره، هي اللي علمته لحد ما وصلته لهذه النجوميه. عايز اقول لك ان كانت الشوارع فاضيه وقتها، ما كانش فيه سيارات بهذا الكم والزخف الكثير. الشوارع كانت تعتبر ملاعب، الشوارع كلها ملاعب. بالزبط. يعني تلاقي شارع فيه مثلا ملعبين ثلاثه، ودي يمكن ساعدتنا كمان، اديتنا عايز اقول لك انك انت كنت بتلعب مش مباراه واحده، مباراتين وثلاثه واربعه، طول ما انت موجود في ظروف عنيفه وقاسيه سبحان الله. اديتنا بعد كده محمد، خد بالك، اديتنا اديتنا الشخصيه، اديتنا القوه، اديتنا الباور، اديتنا التحمل. الكره الشراب دي يمكن علمتنا المهاره، خلتنا نبدع بشكل كبير. عايز اقول لك انا لما بدات حارس مرمى، يعني بلعب مع السن دي. بتاعي لعيب، لكن مع الاعمار السنيه الاكبر حارس مرمى. لا جديده دي، وعلى فكره دي تديك ميزه كبيره جدا كمدافع. بالظبط، انت شايف حارس المرمى الزوايا اللي بيشوفها. أيوة. انت حاسس بيه في ظهرك. بالظبط، عايز اقول لك كمان القوه والقلب اللي ربنا اداهولي بسبب حراس المرمى، نتيجه ان انا كنت بلتحم، كرة بتيجي في صدري، بتيجي في وشي، كل دي كانت بتديك صفات اراديه انت ما كنتش واخد بالك منها يعني. صحيح. وعايز اقول لك الكبار كانوا اخواتي الاكبر مني بقى، يعني كانوا مشهورين في العباسيه. ليا محمد ده كان صانع العاب رهيب في كره الشراب، يعني كان معروف باسم حماده في الحي وفي المنطقه. لعيب مهاري على اعلى مستوى، وبعدين مجدي اللي وراه نفس الكلام. فاحنا عيله كلها يعني لعيبه كوره، عيله مهاريه وعيله العائله كلها. خلي بالك من الكوره يطلع منها مدافع. بالظبط، يبقى مهاراته اكيد عاليه. فعايز اقول لك هيثم ان حراسة المرمى كمان اديتني حته عدم الخوف، الباور، الشخصيه، حتى كمان الالتحامات. ودي ساعدتني بعد كده لما رحت النادي الاهلي. انا رحت النادي الاهلي الظروف ساعدتني بشكل كبير جدا. رحت عن طريق الاتحاد العباسيه، كابتن متولي ده اكبر كشاف في العباسيه، ده بيدي الفتره دي كان بيدي الاهلي وبيدي الزمالك وبيدي الترسانه وبيدي الاسماعيلي. يعني وكيل لاعبين بس بقى على الفيرجن القديم. يعني زي عم عبد البقال كده طبعا كده. استمرارا. بالزبط. وكان في الوقت ده السكاوتنج هو فكره هو الكشف. وسبحان الله وانت كمان بتساعد في نفس الوقت. يعني انا عايز اقول لك ان انا تواجدت معاه يمكن تمرينتين ثلاثه بكتير قوي، ولما رحنا لعبنا النادي الاهلي بالصدفه كنت بلعب باك رايت ولابسين ابيض وانا لابس شورت اسود، والمهاجم اللي قدامي جاب ثلاث اجوال في الاهلي لابس شورت اسود. فاختيار الكابتن مصطفى حسين في بين الشوطين قال له انا عايز الباك رايت الطويل ده والواد راس الحربه اللي جاب الثلاث اجوال دول. فانا فاكر في التقسيمه ما لمستش الكوره اكتر من مرتين ثلاثه،
فايه يعني الراجل اللي لعب بره ده يعني شفيه ايه بالظبط. فطبعا لما روحت بدا بقى يدردش معايا ويتكلم معايا وتاريخ ميلادك كام وتقدر تجيب لنا السماره. كان عندك كام سنه يا كابتن سعيد وقتها؟ 70 71. كان عندي حوالي 13 سنه. صغير يعني كانت بدايتي كده واخد بالك. 13 سنه ومع النادي الاهلي. عايز اقول لك ان كابتن مصطفى حسين في الفتره دي ما لعبنيش باك رايت يعني تاني تقسيمه مع النادي الاهلي لعبني سيرد باك. فقال لي مش هتلعب باك رايت هتلعب مساك. هو كان يقصد بكده انه عايز النادي الاهلي يشوفك في حاجه معينه ولا هو كان شايف ان انت تتالق في المكان ده اكتر؟ هو اللي عرفته بعد كده بقى لما كبرت قال لي مهرا انت كنت اطول واحد في الولايات. تمام. وبعدين الطول ده في الباك رايت مش بمواصفات الباك رايت. الباك رايت بيبقى فيها سرعه وخفيه فانا حسيت انك انت الطول ده تقدر تخدمنا في المكان ده. فقلت فقلت العبك مساك. يعني شكلك كده شكل يعني عارف السدباكات زمان كانوا بيبقى ليهم ستايل بقى الطول والقوه والسنتر باك بالظبط. بالظبط يقول لك عليه ده مساك يعني هو شكله مساك. فسبحان الله هو يعني بدات كان وقتها كابتن سمير ابو سعود مدرب والكابتن ممدوح خفاجه وهو كان مساعد معاه كابتن فتحي نصير مع كابتن مصطفى حسين. وبدات بقى اخش مع 13 سنه والامور تمشي. ما كنتش بلعب بصفه اساسيه. اللي كانوا موجودين كانوا اقدم مني وبيلعبوا. بس انت كان شخصيتك احترافيه يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي على اللي موجود حضرتك كنت تدري جيدا يعني احتراف والتزام. واللي ياكد كلام حضرتك ان انت ما كنتش اساسي في الاول. بالظبط. فازاي وصلت لده؟ اكيد بالالتزام والتدريب واثبات ازاي؟ بص يا اسم الالتزام والتدريب والنظام من المؤسسه نفسها يعني بصراحه يعني فعلا احنا تربينا في مؤسسه النادي الاهلي. يعني انا تملي بقول لسه كنت بتكلم قبل الهوا انا بشبه النادي الاهلي بالجنه في الارض. يعني لازم الناس تعرف كده. عظيم المصطلح ده. جنه الارض في الرياضه هي النادي الاهلي. واحنا نحسها اللي بره النادي الاهلي. انا يعني دلوقتي مع الانتاج الحربي كرئيس قطاع ناشئين انا حاسس ان يعني مش عايز اقول كلمه ان انا في النهار بتلسع طبعا بعيد عن البيت الكبير وبعيد عن الجنه دي. بس حضرتك التصريح تكملته بقى كمان ان انت حتى خير النادي الاهلي بيكون عليك وانت بره النادي الاهلي. طبعا احنا كلنا حتى الناس اللي بتشتغل بره النادي الاهلي خد بالك بتشتغل على حس النادي الاهلي وتاريخها طبعا اللي عملته بيشفع لها بشكل كبير. عايز اقول لك المؤسسه يا هيثم محمد هي اللي ربطنا على كده. يعني انا ابويا وامي ناس غلابه وربونا وكل حاجه لكن لما تخش بقى تلاقي قيم في النادي الاهلي تلاقي الصلب وقتها ومين اللي بيصلي بيه الكابتن مصطفى حسين والمدربين واخد بالك واقفين احنا وراه صف واحد. تبص في التغذيه تلاقي طابور ماشي رايح على المطعم. طب هل حضرتك ذكريات مع العظيم الراحل صالح سليم؟ يعني برضو يعني اكيد كابتن صالح في الفتره دي كان في عزه واكيد كل واحد بيفخر انه كان في تعامل معاه مباشر. ليه ذكريات معاه؟ ليك ذكريات مع كابتن صالح سليم يا كابتن؟ الكابتن صالح انا حضرته كمدير كوره جيل التلامس. بالظبط. وشفته بقى شفته وهو بيتعامل مع اللعيبه ازاي. كانت الناس تقول لك ايه الناس بتخاف منه واللعيبه بتخاف منه وكابتن صالح كان عصبي وكابتن بيشتم اي حد. لا 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 الكلام ده الكلام كله مش مظبوط. كل المقربين اجمعوا شفت مدير كوره على حق قائد وكابتن بيتعامل مع الناس ازاي واللعيبه حضن عليها ازاي واللعيب اللي بيتكلم يفضل يسمع له ازاي وتخش تطلب منه طلب تلاقي الباب مفتوح اي حاجه انت عايزها. تحس كده ان فعلا ظهر مش مدير كوره يعني ده كان راجل سابق عصره ده رئيس نادي ده يعني هو باين انه كادر اهلاوي بيعد ان هو هيصبح رمز في النادي الاهلي. بالظبط. وبعدين كمان يعني اول محترف لعب في 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 جراتس النمساوي بالظبط في الكره المصريه. وعايز اقول لك ان الاحتراف اللي هو شافه بره جه طبقه بشكل كبير جدا. صحيح. في شغله فرق معاه جدا فرق معاه في شخصيته طبعا التفكير. وكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الاداره سواء كان مدير كوره سواء مجلس الاداره طبق ده واكيد هو ده اللي خلى النادي الاهلي يفرق في وقته. يفرق انه جاب فكر جديد جاي من بالزبط. اوروبا. بالظبط. يعني عايز اقول لك حاجه هيثم محمد من ضمن الحاجات اللي اختارها لما احنا بدانا ننضج بقى قال لك المجموعه دي لازم اجيب لها اعظم مدرب في العالم مستر هيدوكوت. مستر هيدوكوت. احنا كنا في مرحله كنا فيها يمكن 12 13 في الدوري كنا وبعدين
فكر بقى طبعا هو لا انا شايف ان في صف طالع محمود الخطيب ومصطفى عبده وزيزو كابتن فتحي مبروك وكابتن محسن صالح جه من بره هو وكابتن بالظبط وبدا بعض اللعيبه لكن كانت الفكره بقى بتاعت كابتن صالح ازاي الولاد دول الموهوبين يتم استغلالهم في الملعب بشكل جيد ففكره كان سابق عصره افتكر ان كان لي صديق في المجر او حاجه زي كده هو اللي رشح له فعلا او السفير نفسه سفيرنا في مصر في المجر رشح له مستر ريدوجوتي ففعلا راح له زياره خلي بالك ما كانش فيه انترنت زمان وما كانش فيه كان هي التليفون بالظبط لازم تبقى قاعد جنب التليفون في وقت معين عشان اقدر اجيبك فعشان يوصل لبره لحد يرشح له الموضوع ده برضه بياخد مجهود طبعا لا وهي حاجه مهمه كمان حضرتك بتحكيها لنا كابتن ماهر ان فكر الجيل التلامذه ده ما كانش يا جماعه حاجه بالمصادفه ده كان مشروع كامل انت ازاي بعد فتره الستينات كانت صعبه جدا على النادي الاهلي ورجعنا 73 المحله خد الدوري وبعد كده 74 البطوله لم تكتمل طبعا حرب اكتوبر العظيم بعد كده 75 النادي الاهلي مع مستر هيدوكوتي عمل الطفره دي حضرتك بقى مستر هيدوكوتي يعني كان مدرب محترفا قبل ان ياتي الاحتراف حابين حضرتك تجربتك مع مستر هيدوكوتي استفدت منه ايه ايه الحاجات اللي مستر هيدوكوتي انت ما تنساهالوش ايه الطفره اللي عملها مستر هيدوكوتي على المستوى الفردي معاكم بص يا محمد عايز اقول لك ان كان وقتها صعب جدا ده يطلع من قطاع الناشئين للفريق الاول صعب قوي يعني نجوم. يعني عايز اقول لك نجوم في المكان ده نجوم كابتن يعني حسن حمدي حسن حمدي ومصطفى يعني يونس والدكتور سمير حسن طبعا. كان برضك من السباكات القويه جدا كان في احمد بهجت كان في كابتن محمد عبد السميع كان في حازم خالد انا عشان اطلع مكان المجموعه يعني مكان صعب قوي يعني. صعب جدا لكن عايز اقول لك اللي خدمني في وجود خواجه يعني انا حتى سالت كابتن فشل شعبان الله يرحمه قلت له يا كابتن فؤاد هل كنت ممكن لو انت ماسك تطلعني قال لي لا يمكن قال لك كده قال لي لا يمكن يعني رغم امكانياتك وهو عارفك قال لك لا يمكن قال لي صعب لكن طبعا وجود خواجه بياخد بالفكر ده طبعا ساعدني بشكل كبير يعني شايف حاجه معينه بالظبط واحنا وقتها كنا داخلين افريقيا وشوف الفكر بقى فطبعا هو افريقيا عايزه بساك بوصفات طول وقمه بجد العاب الهواء بالظبط ده اللي حصل مع كابتن مجدي عبد الغني برضو بالظبط تقريبا الاحتياجات الخاصه بالصفات البدنيه دي يعني حضرتك بتحكي كمان ذكريات تدل ان مش شيء عشوائي مع كابتن ماهر يعني بس خلي بالك البدني يا كابتن ممكن تبقى بدايه طريقك ولكن عشان تكمل حقيقي. مش هيبقى بدني طبعا لازم هو شاف مهاره معينه اكيد واللي تعرف عن حضرتك ان انت كنت من المدافعين المهاريا عاليين يعني تحب ما بتطفش بالبلدي يعني مش تاخد الكره تطفش لا بتحب تاخد الكره لازم تسلمها من رجل لرجل فممكن ده يبقى في البدايه ولكن بعد كده استمرارك كان مجهودك ومهاراتك هو بص يا هيثم تاكيدك لكلامك المهاره جت من خلال المراحل السنيه يعني احنا المراحل السنيه كل شغلنا تحت كان بيبقى عباره عن المهاره والمهاره تفضل شهر شهرين ثلاثه لحد ما الناس تتقنها يعني صحيح. جميع المهارات فكانت اصعبه مهاره ضرب كره براس ومهاره ضرب كره براس دي يعني انا ساعدت نفسي فيها بشكل كبير جدا وبعد كده المدربين ساعدت نفسك ازاي يا كابتن يعني وانا مروح مره من المرات كده لقيت راجل بتاع بالونات ماشي فاديته قرش الساغ فخدت منه اربع بالونات فلما خدت الاربع بالونات خدت منهم بالونه نفختها واخد بالك زمان بقى بيوتنا القديمه السقف العالي وبعد السلك اللي فيه اللمبه طبعا. فرحت جايب كرسي ومعلق البالونه فنزلت بقى شكلها حلو كده واخد بالك متعلقه قدامك فامي الله يرحمها طلعت من المطبخ فقالت عيد ميلاد مين ده النهارده قلت لها حاجه بس خش كلمي طبيخي بس مفيش عيد ميلاد ولا حاجه انا هعمل عيد ميلاد مع نفسي يعني وبدات وبعدين بدات ابص كده يا هيثم محمد فلقيتها بقى يعني عارف حمراء بقى كده وجميله وشكلها حلو فرحت رايح ناطط لعبها بدماغي الله رحت مكرر قعدت ساعه اشتغل على القصه دي كل يوم بعد التمرين اجي اشتغل كده شفت انا وقفت على حته اساعد نفسي برافو عليك يعني لان هو اصل هيساعد نفسه ازاي صحيح خلي بقى حضرتك البالونه وزنها خفيف فانت لما بتيجي تلعبها اي درجه او اي زاويه بتخلي البالونه تروح في اتجاه غريب بالظبط فانت اديتك حساسيه في راسك كل حاجه بقى بالزبط. يعني حتى في تعليم المهاره بعد كده اكتشفت
لما جت مهاره ضرب كره بالراس جه دورها فلقيت المدرب بيوقف القاطره كلها. بص ماهر بيعمل ايه الله. والمهاره بتاخد بقى ايه يعني، بتاخد مننا ايه اسبوع 10 ايام شهر، انت متقنها اصلا. فانا شغال بقى طول الشهر، انا نجم النجوم فيها. وقف فلقيت نفسي كل حاجه بتتعمل بجرب رجلي الاثنين اطلع اعلى ولا برجل ورجل. شفت واخد بالك زي الممثل لما بيتقمص دور الشخصيه. ايوه طبعا، واشتغل على الهيستوري. انت عملت كده، انت تقمصت دور المدافع لازم يعمل ايه بالظبط. بالظبط، وعشت ده في حياتك. بالظبط، وهو ده سر عبقريه يعني نجم كبير قاعد. يعني انا عايز اقول لك حاجه هيثم، كل صوري اللي تلاقيها انا طالع في الهواء. صحيح كده، خلاص. وبعدين طالع في الهواء انا مفتحها يعني. انت تلقائي بلا شعوريه، لو الكره جت هتلاقي نفسك مغبط عينيك. والله يا كابتن انا عايز رساله تروح للاعبين الموجودين دلوقتي، لان احنا كابتن وجود قامه زي حضرتك بجد لو الحوار ده يا جماعه ما استفدناش منه صحيح. يبقى احنا اهدرنا حاجات كتير جدا صحيح. بعض اللاعبين لازم يسمعوا كابتن ماهر حمام، بص انت عدد الساعات اللي بيشتغلها على نفسه عشان خاطر هو عايز ينمي مهارات، عشان خاطر عايز يبقى افضل مدافع. البعض كده دلوقتي لازم يفهم ان وقته في الكوره قليل، وقتك بعد الكوره كتير، اعمل اللي انت عايزه، بس اتعلم من قدوه زي كابتن ماهر حمام بيكلمنا في حاجات فيها احتراف قبل ما يجي الاحتراف يا كابتن. طب هحكي لك حاجه كمان يا محمد يا هيثم. كابتن صالح لما يعني كان بيقعد معانا بقى طبعا، فقلت له يا كابتن انا كنت بعمل كذا كذا. قال ما انت فقير بقى، انا اغنى منك بقى. فقلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي كان عندنا نجف يهمه، واخد بالك، وفي نهايتها فيها الكوره اللي احنا بنولع منها النجف. كريستال. فطول ما انا نازل تك وانا طالع تك، قلت يا خبر يعني. بص، فقال لي خد بالك الموهبه كده، كل واحد موهوب ربنا مديله حاجه. انت كنت بالبالون، انا بالكره دي. عايز يوصل يا كابتن بيوصل. بالظبط، ودي الرساله لعبتنا، ودي حاجه احنا الحقيقه يعني شايفين ان هي الاكبر اللي عمل تاريخك هو اللي حضرتك بتتكلم ده. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع والحقيقه انتظرونا. انا الحقيقه مستمتع بهذا الحوار جدا، مستمتع بالرسائل اللي كابتن ماهر همام بيقدمها لجيل كبير ممكن يكون بيتفرج علينا. انتظرونا ما تروحوش بعيد، ولكن بعد الفاصل. يمكن كان الحوار حتى مستمر في الفاصل. كابتن ماهر همام فعلا بتستفيد منه دروس عظيمه في الاحتراف وفي الانتماء وفي كل حاجه. يمكن كنا بنتكلم عن ماتش الاتحاد يا كابتن ماهر، وحضرتك النادي الاهلي بيحقق فوز معنوي وفني يفرق معاه قبل مباراه الزمالك. شفت المباراه ازاي؟ وشايف النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك ايه اللي محتاجه عشان خاطر يكون جاهز؟ بص يا محمد، انا عايز اطمن الناس بس ان ما تقلقش على المؤسسه الكبيره دي، ما تقلقش على فريق الكوره، ما تقلقش على النادي الاهلي. ساعات جمهور الاهلي كده بيقلق لما يحصل اخفاق مباراه او مباراه تتعادل فيها او مباراه تخسر، ده وارد. انت بطل بقالك 3 سنين ما ريحتش، بطل ما شاء الله بتلعب في 5 بطولات وبتحقق 5 بطولات. فانت النهارده في علم التدريب بالذات يعني لما بتوصل للقمه، قمة الهرم، هنا بيبقى في وقفة بقى من اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي، إن أنا لازم أضعف المجهود عشان أحافظ على لأن الكيرف أوريدي بينزل بيا. لو حصل بقى إن إحنا اتعادلنا مباراة وخسرنا المباراة الثانية من سموحة، لكن دي بتبقى واردة يعني، حتى إحنا في جيلنا حصل بهذا الشكل. لكن المباراة الثالثة بيبقى في تحدي، ويمكن جمهور النادي الاهلي كان عارف، كلنا كنا عارفين ان احنا هنكسب مباراه الاتحاد، روح الفنال الحمراء بالظبط، وهنلعب مباراه قويه ومباراه، لان احنا جيل بيورث جيل، كل الظروف اللي بتمر بيهم. طب نصيحتك ايه للعيبه يا كابتن في هذا المجهود البدني والذهني الغير مسبوق؟ يعني اكيد حضرتك مريت بهذه الفترات او مريت بحاجه مشابهه، اكيد هم محتاجين يسمعوا نصيحه من المستوى الفردي حتى والجماعي في الملعب. لا، مهم جدا هيثم، سؤال مهم جدا، خصوصا في الفتره بتاعه رمضان الصعبه دي. احنا في اخر يعني 5 ايام او قبليها اسبوع الاخير من رمضان، الصيام برضه بيبقى فيه شيء من الصعوبه، الحراره نفس الكلام بتاثر بشكل كبير. عايز اقول لك ان البيت هو الملجا الوحيد لحمايه لاعب كره القدم. مهم قوي، البيت الملجا الوحيد لحمايه لاعب كره القدم. ده العنوان فسره بصراحه يعني. لا فسرها لي حضرتك. يعني البيت يعني. البيت بعد ما اخلص تمريني بروح البيت، واخد بالك، بقعد طبعا اطمن على الاسره،
حته النوم لازم انام الثمان ساعات بتوع الليل اللي ربنا قال عليهم، بيفرقوا معايا جدا بشكل كبير يعني انا كنت بنام. واكل البيت يا كابتن، واكل البيت يعني التغذيه مهمه جدا في الفتره دي. طبعا غذاء الراجل الرياضي يعني طبعاً. الزوجه خلاص عرفت هو احتياجاته ايه وبياكل ايه، حتى كمان السعر الحراري كمان بالنسبه لطباخ النادي كمان اللعبة بقى عندها لستة او عندها برنامج ماشي عليه. لكن النوم يا هيثم محمد مهم جدا النوم. انت لما بتنام 9 ساعات 10 ساعات الليل بيفرقوا بشكل كبير جدا. يعني انا عايز اضرب لك مثل بوتريكا، يعني كان بينام ويصحى على الفجر، بس كان بينام الساعه كام بقى؟ عندك 9 10 11 12 1 2 3 4 بعدين يقوم يصلي الفجر مثلا 5 وبعدين ينام يعني بعد كده. كلمه السر يا كابتن النوم بدري. النوم تدي لجسمك القسط من الراحه المطلوبه، هتقوم واحد تاني خالص. بالظبط والتزام البيت يعني، خاصه احنا في ظروف في جائحه وفي يعني كورونا وبتاع، فانت اكيد محتاج تحافظ على نفسك. طبعا فاذا حضرتك بتقول ان في فوائد كثيره جدا من التزامك البيت. بالظبط ودي نصيحتك للضغط زي ما انت قلت. يعني موضوع كورونا ده لازم ابعد خالص عن التجمعات، يعني ما ينفعش يا جماعه. يعني لازم وبعدين السواقه، يعني في ناس موجوده في التجمع وموجوده في يعني باجي سايق لحد ما اوصل الجزيره مع كوبري اكتوبر والزحام اللي احنا بنشوفه ده، بتاثر اكيد على العضلات. صحيح. بالنسبه للضمه وبالنسبه للسمانه الشد العصبي فالسواقه انا عايز اقول لك. وبعدين طبعا كل 3 ايام مباراه، طبعا ضغط كبير جدا واقع. وبعدين كل 3 ايام مطالب منك 3 بونت ومكسب واداء، مش بتلعب بس. بالظبط الجمهور عايز اداء وعايز نتيجه وطالب الاثنين وبغض النظر عن اي 70 80 مليون اهلاوي. يعني معلش يا فارس، نصيحه من ذهب والله. يعني انا كلام حضرتك انا حتى باخده لنفسي الشخصي. ان انا انصح بغيري ان انت تلتزم بيتك وقت ما يبقى عليك مجهود كبير. بالظبط نصيحه يا كابتن والله. يعني انا اقول لك حاجه يا ايسام، انا كنت في المنتخب بيتراهنوا عليا، يعني عارف انت كل الناس عايزه تنام او عايزه تيجي تنام معايا. بالظبط كده. فانت خد بالك بعد كده بتكتشف ان النوم ده هو اللي بيدي لك الاداء بقى، التجدد، التميز، الشخصيه. بالظبط زي ما بقول لك، انا فترات جيت كنت بشيل 3 معايا مثلا خط الظهر. طبعا عايز اقول لك ان من 80 ل 84 كانوا بيحاسبوني لما يجي جول، ما لهمش دعوه مين معاك. انت السبب. 80 ل 84 بالظبط 4 سنين. 80 افضل لاعب من ضمن السكواد بتاع كاس الامم الافريقيه 80. يعني كابتن ماهر همام انجاز عظيم. يمكن احنا دايما بنذكر كابتن وائل جمعه بتواجده ضمن قائمه منتخب افريقيا، لا كان موجود كابتن ماهر همام كمان من الثمانينات. يعني حضرتك بقى اللمسه الدفاعيه نقدر نشوفها في وجود عوده بدر بنون، حضرتك بتشوف ازاي عوده المدافعين دول فرقوا مع النادي الاهلي في الوقت المهم ده؟ شفت تاثير ده في الملعب ايه في مباراه الاتحاد؟ هو يعني ربنا كرمنا ببنون، ودي من ضمن اختيارات لجنه التخطيط بصراحه اللي يعني اختيارات ناجحه. من اختيارات الناجحه بشكل كبير جدا في خط ظهرنا. يعني يعني مش بنقلل من قيمه رجالتنا، بالعكس يعني الاولاد كلهم بيقوموا ادوار يعني فعلا لما بيطلب منهم كلهم بيأدوا باداء مميز. يعني رامي وياسر مش عايز انسى اسماء، يعني حتى ايمن اشرف لما بيبقى موجود او بيروح ناحيه الهاتف. معلول برضك مفتقدينه بشكل كبير جدا. عوده بنون بانت يمكن في الاسابيع اللي قبل كده. يعني الاسابيع اللي قبل كده كان واضح قوي الاداء ما كانش موجود مميز في الجزئيه دي. وده يحسه الشناوي يعني تملي حارس المرمى، تساله يقول لك يعني في فترات انا بحس بامان فيها لما بقى فيها موجود بانون. صحيح. فيها ياسر. صحيح. فيها ايمن. صحيح. فرامي. فعوده بانون طبعا ونعكس عليه في اخر مباراه كان من افضل مباريات الشناوي في الفتره الاخيره. مباراه الاتحاد فعلا. بالظبط كان في تنظيم دفاعي. يعني كان مباراه قبل كده يمكن الشناوي حاسس يعني الامور صعبه شويه، عوده بانون بتديله ثقه. يعني بانون تحس كده زي الجراح اللي بيشتغل بمشرط ما حدش حاسس بيه. صحيح. بيصطاد كده باسلوب راقي واخد بالك. باستثناء بدر بانون يا كابتن، يعني باستثناء بدر بانون وتالقه طبعا، حضرتك شايف مين من الدوري الموسم ده لفت نظرك؟ يعني حضرتك شايف مين من المدافعين، ومش هنقول كمان في النادي الاهلي، هنقول على مستوى مصر كلها، اللي حضرتك شايف انه لا لفت نظرك الموسم ده؟ انا شايف الونش في الزمالك كمان يعني طالع بقوه واخد بالك. في حاجات بس عايزه تتظبط شويه. يعني واخد بالك، يعني في اندفاع قوي جدا داخل ال 18 وده مش مطلوب. صحيح. لازم يبقى في حس للمدافع
وانت داخل ال 18 لازم الحس ده. طب بلاش النصيحه دي قبل ما نروح الاهلي عشان نتمنى طيب. واحده من الالتحامات دي ضربه جزاء ان شاء الله ولا حاجه. طيب مش 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 هنزود اكتر من كده، لكن يعني من ضمن المدافعين اللي من وجهه النظر طبعا احنا كابتن لانهم كلهم ولادنا خد بالك يعني اذا كان الاهلي والزمالك ما هو احنا ولاد عم زي ما بيقولوا. والفتره دي الامور اتحسنت بشكل كبير جدا عن الفترات اللي قبل كده. الفترات اللي قبل كده كان فيها احتقان بشكل كبير، يعني كانت في ناس يعني عايز الصد في الماء العكرة زي ما بيقولوا، ومع الاسف شخصيات كبيره ومسؤولين كبار في نادي الزمالك كانت بتحاول. طب قول لي يا كابتن انت استعداداتك لمباراه القمه، يعني حضرتك اكيد كان ليك بروتوكول بتعمله قبل مباراة القمة. فعلا اقول لي بقى طبيعتك فيها فعلا بتخش صوماتك. انا كل المباريات يعني بدون استثناء ليا راس الحربه اللي هلعب عليه ده دوري، ان ازاي امنع راس الحربه ده ان هو يخش ال 18 عندنا او هو يستغل اي فرصه. كنت بتذاكر؟ يقدر اذاكر كويس قوي. يوم الثلاث يوم الاربع ده انام احلم براس الحربه. النهارده هلعب ضد الكابتن حسن شحاته في نادي الزمالك. كابتن حسن شحاته ده يعني عمنا كلنا وكابتن مصر ومن اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ الكره المصريه. هو لاعب وهو مدرب بانجازاته اللي عملها مع مصر. على خلق الامانه يعني من الشخصيات. وعلي خليل كمان برضك من ضمن اللعيبه الموهوبه، كان اسرع لعيب بيروح لجول. هداف بالفطره. فانت النهارده عشان تلعب على واحد من دول فلازم تقعد تذاكر له قبليها بثلاث ايام. وسبحان الله الاعداد الذهني ده بعد كده لما عرفت في التدريب الاعداد الذهني ده بيجيب نتيجه 100% انك انت بتذاكر صح، فاللي انت بتذاكره تلاقيه. علي خليل سريع لازم تعمل له مسافه شويه عشان تقدر تلحقه في السرعه. واوقات لازم تقطع من قبله. واوقات لازم تلتحم بقى عشان تحسسه انك انت النهارده حي. بس التركيز ده يوصل لان موسم يعني 76 يا كابتن هدفين بس يدخلوا فيكوا على مدار الدوري كله. ده إيه ده؟ ده اعجاز. يعني ازاي حصل ده يا كابتن؟ يعني هدفين يعني عايز اقول لك يعني. كان في قصه جميله جدا في الموسم ده ان الحاج حليم الله يرحمه اللي هو اكبر مشجعي النادي الاهلي في اسكندريه كان عامل 500 جنيه جايزه للاعب اللي يهز شبكه اكرامي الشبكه العذراء. يعني هو كان عامل مكافأة لأي لاعب في الدوري بالظبط ينجح. بالظبط. بس على فكره دي مش مكافأة ده تحدي. تحدي طبعا. يعني هو بيتحدى فرق الدوري ان يقدر يهز شباك النادي الاهلي في وجود الكوكبه اللي موجوده دي. طبعا وفعلا ده حصل. مين خد اول جايزه؟ مين خد الجايزه؟ ريحان. يعني ريحان المحله على ما اتذكر دمياط. واحنا كسبنا 3-1 المباراه دي. فانا عايز اقول لك حتى اسمه ارتبط بقى، يعني بقت الناس تعرف ريحان اللي سجل بقى هدف. طب خلينا لا ده احنا عندنا لسه كتير يا كابتن وعندك في كواليسك كتير، بس خلينا نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، بس هنطلع في الفاصل بقى ونيجي للفقره المحببه لضيوفنا ولينا وليكم وفقره السحور ونستقبل الشيف. طبعا اكيد يعني هنستقبل. احنا كده شبعنا كتير. لا يا كابتن كده شبعنا كده. لا يا كابتن انت هتشوف سحور هيعجبك جدا. هيكون معانا شيفنا طبعا الشيف الكبير محمد خطاب، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم، وطبعا كلنا مستمتعين بضيفنا كابتن ماهر همام، مستمتع بوجود كابتن هيثم طبعا في الحلقه دي. طبعا يا كابتن ماهر عندنا مباراه القمه، وطبعا مباراه القمه جايه في ظروف حساسه ومختلفه عن اي موسم في رايي، لان احيانا القمه كانت بتؤجل لنهايه الدوري لو حضرتك تفتكر، كانت بتكون كل شيء اتحسم فكانت بتبقى تحصيل حاصل زي القمه بتاعه الموسم اللي فات. المره دي القمه جايه وفي بند الجداره اللي ممكن بيتحسب عليه معدل النقاط يحدد بطل المسابقه، فلها اختلاف واولويه مهمه جدا. حضرتك حاسس ايه بالقمه؟ وعايز افكر حضرتك كان معانا كابتن رمضان السيد في حلقه وسالناه قبل مباراه الاهلي والزمالك، مين يا كابتن رمضان تتوقع يسجل في القمه؟ ولو توقعت صح هنعرضها لك في الحلقه الجايه. قال محمد شريف هو اللي سجل الهدفين. بس برضه قبل ما نتكلم على ماتش الاهلي طبعا والزمالك القمه لازم نرحب طبعا بشيفنا الشيف الكبير محمد خطاب. والله خلي بالك انا الشيف محمد منور يا شيف. منور. عامل لنا ايه النهارده يا شيف محمد؟ النهارده في فول بالبصل بس كويس، وعندنا زبادي خلاط، وعندنا الفول يا شيف برضه طمنا على الفول والطعميه. طبعا ده الاساسي. والطعميه الاساسي، وفي فواكه، في عصير فراوله، في حاجات كتيره. خلي بالك الكابتن عايزين يعني كابتن ماهر طبعا. انا صايم يا شيف. ربنا يخليك. يعني انا في الاكل ضعيف قوي. والله. لا هنجرب بس.
لكن في بيتي بقى طبعا هنا لازم اكل طبعا اهلا بيكم كل سنه طيب كل سنه وانت طيب كابتن طيب ماهر. كنا بنتكلم عن مباراه القمه. حضرتك قول لنا شايف المباراه ازاي وتتوقع مين يتالق او يسجل من الاهلي عشان ان شاء الله برضو يبقى فقل حسن ونعم. بص يا فارس, احلى المباريات اللي ممكن تلعبها يعني انا اتمنى ان الدوري العام كله يبقى قمه. لمباراه الاهلي والزمالك مباريات جميله تصنع النجوم طبعا طبعا فيها كل حاجه ممكن تتخيلها يعني تصنع نجم ناشئ مدرب تاريخ صحيح. فالنهارده انت معاك خد بالك الكره المصريه كل الناس هتستمتع واستمتعت بالمباراه اللي احنا فزنا فيها 2-1 وعايز اقول لك ان كل الناس مستنيه اللقاء ده مش هيحدد فيه بطوله الدوري. يعني انت حضرتك شايف ان الفرقتين بدري قوي ان احنا لان انت كل 3 ايام بيحصل اخفاقات احنا شايفينها واضحه قدام عينينا. فالنهارده المباراه دي هتنقلنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يكون لينا الافضليه يعني في اليوم ده. وانا يعني عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي بصراحه يعني متفائل يا كابتن قوي. وفي المباراه دي بالذات هم كمان الدوافع عندهم والشخصيه والاداء بيزيد. خليني اقول لك حاجه, انا احب دايما انا قاعد مركز في كلامك كابتن كويس قوي وباخد من كلام حضرتك حاجات معينه. كابتن ماهر منه لاعب من الطراز الاول بيقول لك يا رب يبقى الموسم كله ماتشات قمه. بحب مباريات القمه. في لعيبه يا كابتن في انديه اخرى النادي الاهلي دي شخصيته, لعيبه في انديه اخرى بيقولوا يا خبر ماتش قمه طب اعمل ايه طب اروح فين, يحاول يتجنب المباريات دي. شوف شخصيه قال لك يا رب يبقى مباريات القمه. هي دي الشخصيه اللي احنا عايزينها تفضل موجوده وهي موجوده. صحيح. بس انا باخد من كلام حضرتك امور يمكن تعدي على كل حضرتك شايفها عادي بس هي مش عاديه. طبعا يعني يا رب يبقى الموسم كله ماتشات قمه. دي شخصيه انا كنت بحب كده يا اسف. انا كنت بحب كده العب كل مباراه الاهلي والزمالك. للنادي شايف بقى المباراه فنيا ازاي يا كابتن؟ شوف عايز اقول لك حاجه, احنا فنيا يعني قريبين من بعض يعني من ناحيه الفضول بصراحه من اكتر اللي جت واحنا يعني في تكافؤ في تكافؤ فرص ودي حقيقه يعني يعني ساعات ناس تقول لك ايه لا الاهلي اعلى الزمالك اقل لا الزمالك اعلى لا 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 خلينا فنيين ومعتدلين يعني قريبين قوي من حراسه المرمى من خط الظهر من نص الملعب المدافع من ثلاثه لتحت راس الحربه من راس الحربه لكن زي ما بقول لك احنا طب نفسيا يا كابتن بعد حتى نفسيا كمان الدوافع عندنا احنا اكتر والشخصيه اكتر والحمد لله المرحله الانتقاليه اللي احنا اتكلمنا عليها ان احنا بعد ما وصلنا للقمه الكيرف نزل بينا عديناه الحمد لله لان بدك الناس حست حاسه بالخطر حاسه بالخطر ما ينفعش النادي الاهلي يتعادل المباراه ويخسر المباراه دي بتبقى كارثه. طب يا كابتن تؤمن بالمقوله اللي يقول لك مثلا احنا كلنا كنا لعيبه وكنا يعني بيبقى فيه برضو حته يقول لك اصل الجيل ده راكب على الجيل ده, تم بالمقوله دي؟ يعني ساعات يجي يقول لك ايه اصل ده في جيل كامل جه كعبه عالي على الجيل ده كامل, تم بالمقوله دي ولا الملعب بيدي المجتهد؟ الملعب هيثم اصل انا عايز ابقى راكب على الجيل ده بشغلي وادائي ومجهودي وشخصيتي. بس معلش يا كابتن ماهر مع مستر هيدوكوتي انتوا كنتوا مكتسحين. انا بس عشان كده انتوا كنتوا مكتسحين. عايز اقول لك ان احنا يعني جيل الحمد لله 40 في ال 11 سنه لعبتهم دوري ممتاز يعني ما خسرتش غير مباراه واحده في ال 11 سنه. فانا عايز اقول لك قمه فاحنا ورثنا طبعا الاجيال اللي بعد كده واخد بالك يعني شوف مين اللي بيقول الكلام طبعا يعني لا معلش حضرتك اللي بتقول الكلام اللي هو 11 سنه ما خسرش غير طبعا يقول لك لا اسف ما فيش حاجه اسمها جيل راكب على جيل بالملعب وبالاداء اركب طبعا وهو ده الواضح ان احنا عندنا فرقه بتفرض شخصيتها بتفرض اسلوبها داخل البساط الاخضر او داخل 90 دقيقه وعندنا من اللعيبه اللي تقدر تحرز لنا اهداف عندنا مفاتيح كثيره جدا من اللعيبه المميزه حلو تقدر تفرض اسلوبها وتقدر يعني تبقى مباراه ايجابيه بالنسبه لنا ثلاث نقاط الثلاث خطوط او الاربع خطوط بحراسه المرمى اكتملوا احنا عندنا نضج موجود في اللعيبه بس عندنا صراحه يعني عندنا غيابات فنيه ويمكن كارتيرون كان بيصرح ان هو سعيد ان فرقته مكتمله طبعا احنا عندنا غيابات كتير كمان اجاييه ومعلول مؤثرين جدا ولاعبين لسه راجعين من الاصابه عندنا حمدي فتحي مش موجود فيمكن ده شويه هيأثر ولكن اتمنى نستغل الدفعه النفسيه بتاعت نهائي افريقيا والمباراه الاولى في الدوري فوز
يبقى فوز ثالث على التوالي هيكون مهم جدا. طب لاعبين بقى في خط الهجوم، لاعب زي قفشه نضج يا كابتن، بتشوفه بتشوف قفشه تقل كده بقى شبه اللعيبه بتاع الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي، تحسه شبههم كده. بيشبهني بصفر عبد الحليم الله يرحمه بصراحه، يعني يا سلام. في حته المهاره والتحرك والاستلام والتسليم، وبعدين في حاجه كمان يعني زادت في قفشه كمان، حته الروح دلوقتي بدا يتعلم يزحلق ويحتك الماتش اللي فات، ماتش القياده، وبعدين حته الغيره جدا يعني طول المباراه عمال يدوس هنا ويدوس هنا ويدوس هنا، وبعدين ربنا كمان اداله حاجه كويسه قوي، بقى تحت الكوره يعني، بقى اهدافه نتيجه ان هو بيوصل نفسه، وخبرك بيحط نفسه تحت الكوره، الكوره الثانيه بالذات اللي بتطلع من المدافعين الخصم، بيقدر يسيطر عليها بشكل كبير جدا، وهو كمان بيجيب تصويباته المميزه، طلع هدف في ماتش المحله من على خط المرمى بالظبط المباراه يعني اللي فاتت، يعني هو ده مش دوره بالظبط بس في كل كلام الكابتن مستشهد بيه انه في كل حته في الملعب دايس. وخد بالك عايز اقول لك ان بقى الاحتراف دلوقتي موجود، خصوصا بتوع نص الملعب بالذات، اذا كانوا الاثنين الديفندر او الثلاثه اللي قدامهم، من البوكس للبوكس كره حديثه، كميه الجري زادت بالنسبه لهم 13 كيلو. صحيح. فالنهارده يانج والسولية وفتحي وعشا بيجروا الكميات دي، ربنا يحميهم يعني بصراحه، يعني من بوكس للبوكس النهارده بتحس هو بيدافع، موجود في البوكس بتاعنا، بيطلع كوره زي ما انت اتكلمت هيثم من الجول، وبعدين مع الخصم كمان بره ال 18 موجود او جوه ال 18 بيسجل كمان. يا كابتن حته برضو عايز راي حضرتك فيها، قفشه بيحتاج نص فرصه بالظبط للتهديف او لصناعه هدف، نص فرصه، فدي برضو انا اللي اعرفه انها بتيجي نتيجه تركيز عالي جدا وشغل على النفس جوه الملعب وبره الملعب. صح ايوه جوه الملعب وبره، زي بقى ما كابتن ماهر اتكلم، ده كمان عارف منتاليتي وعقليه لاعبته اللي قدام كمان ازاي عليك. ازاي شريف العب له واخد بالك الكروس ده على راسه، ازاي شريف احطها له في خلق مساحه عشان يجري عدلته ازاي، مروان محتاج الكروس اللي يقدر يجيب منه جول ازاي، ازاي الشحات احط له في مساحه عشان يسبق يجري، ازاي اصلح له عشان يشوط. يعني النهارده الجمله اللي عملها الشحات والسولية دي جمله عالميه بصراحه، الفاول التكتيك اللي اتعمل وراح باص في ماتش اللي احنا كسبنا فيه الجول اللي بتاع سولية اللي شاته. هو بقى الفكره ان مستر موسيماني بيشتغل على جمل كتير، ولكن يمكن حتى للاسف الحاله البدنيه اللي اثرت على اللاعبين في بعض المباريات والغيابات يا كابتن هيثم هي اللي خلتنا في بعض الاحيان نبان اقل شويه، فهي سبحان الله يمكن عوده ايمن اشرف، عوده بنون، يمكن عوده محمود متولي حتى لو مش هيشارك في مباراه الزمالك، محمود لعيبه كابتن مقاتل ومصابر، فحضرتك انت شايف ان الظروف الفنيه ساعدتنا ان نروح مباراه الزمالك واحنا احسن شويه. ان شاء الله باذن الله. بس كابتن في حته اللي عايز وانا عايز اقول لك ان التملي احنا بنحترم نادي الزمالك طبعا، الاحترام ده واضح طبعاً. طبعاً. والاحترام ده بيدي لك المبادره طبعا، يعني تملي انا لما بحترم الخصم اللي قدامي اذا كان نادي الزمالك او نادي الاتحاد في المباراه الماضيه، واضح قوي الاحترام ده بيدي لك الايجابيه، بيدي لك المبادره، بيدي لك ثقه، تركيز انك انت تركيز انك انت عندك من الملكات انك انت تقدر انك انت تخلص الجيم ده، وعندنا من المهاجمين الحمد لله اذا كانوا على الدكه او اللي هيشاركوا جاهزين. لا ما انا عايز اجيب الحته دي، اخد من حضرتك بقى حته مهمه جدا، اللعيبه اللي رجعوا من الاصابه زي بدر بنون وايمن اشرف، انا كمشاهد مش متابع يعني لو انا واحد من بعيد مش هفتكر او هفتكر ان دول مش مصابين، مش راجعين من الاصابه بالظبط، فاذا ده اشاده رقم واحد للجهاز اللي جهزهم يرجعوا الملعب بالشكل ده يا فارس، خلي بالك لان انا ممكن ارجع لعيب من الاصابه الناس تقول لك يا ده راجع من الاصابه حالته صعبه قوي، وممكن ارجعه من الاصابه الناس ما تحسش انه كان راجع من الاصابه، وده فعلا بنون حسنا فيه. لا ما هو ده بيرجع ليه طبعا للموسيماني وجهازه المعاون بتاعه طبعا، فريق عمل خارج الملعب كمان، موضوع الاستشفاء ده موضوع صعب جدا، ازاي نرجع اللعيبه دي للفورمه الرياضيه بتاعتهم. عايز اقول لك هيثم ما بقاش بعيد، يعني اصل انت شوف اللعيب الاساسي، يعني انا كنت مثلا ايه لو جالي انفلونزا وغبت مثلا مباراتين، المباراه الثالثه اكني موجود عادي. ليه؟ لانك انت رجلك موجوده في الملعب. رجلك موجوده في الملعب، فهم ما شاء الله كلهم رجلهم موجوده في الملعب بقالهم 3 سنين وبيأدوا اداء يعني بصراحه اداء مميز. بس مش هننسى يا كابتن، تتوقع مين يتالق في القمه ويسجل اهداف؟ انا شايف يعني شريف بتحركاته بصراحه تاني؟ بصراحه يعني وهو يمكن المباراتين اللي فاتوا دول رؤيه مدافع رؤيه مدافع المباراتين اللي فاتوا بعد عن الثلاث خشبات فمشتاق يعني الفرص الفرص اللي بيجي له انا شايف فيها لسه الدقه والاتقان. مباراه زي دي هيبقى فيها تركيز
خد بالك يعني اللعبة لوحدها من غير ما تقول لها هتلاقيه مركز في الثلاث ايام اللي هم قبل المباراة ان هو عايز اكتر واحد تسال على المهاجم عليه هو المدافع طبعا وهو من المهاجمين الخطرين يعني انا وانا بلعب يتعبني قوي المهاجم اللي بيتحرك كتير مش متمركز المهاجم ما فيش فكره التارجت انا بالظبط واي كره ميتها هو فيها بالظبط واي كره لو ميتها هو مقرف واخد بالك وبعدين ناقص عنده متابعه يعني الحاجات اللي فيها رد فعل واخد بالك هو بيروح لها وبيحط نفسه في الاماكن اللي بيجي منها جوال يعني في اماكن في ال 18 الفرد الذكي بيروح يرشق فيها زي حسام حسن كده طبعا وبعدين تجي له التك يروح جايبها خلاص تخبط في واحد وترد له روح حاططها تخبط مش عارف ايه زي عماد متعب هو خد بالك دايما بيعمل التراي ومتوقع الكوره ما بيقفش وبعدين كمان عايز اقول لك ان وجود قفشه وراهم فبيقدر يغذيهم زي ما هم عايزين يعني صحيح في رجل في الرجل في مساحه في مساحه على الراس على راسه على يعني دي برضك مهمه جدا عايز اقول لك دور بقى الاطراف محتاجين محمد هاني شويه يعني ناحيه الشمال برضك كان معلول بيفرق معانا بشكل كبير جدا مفتاح لعب جميل يانج بدوره مع السوليه دور يانج برضه عامل دور كويس بصراحه طب الناحيه الثانيه يا كابتن الناحيه الثانيه شايف احنا نقدر نوقف المفاتيح ازاي برضه حته فنيه خط الوسط بالذات محتاجين نعمل ايه يعني كلمنا برضه مش بس على نفسنا كمان على الخصم نقدر نعمل ايه هم برضك فيهم الزمالك عنده في الـ في الـ في الثلاث خطوط لعيبه قريبين مننا يعني هو عنده في خط النص طارق بالمجهود الـ 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 الوافر خصوصا لما طارق كمان ما بيطردش يعني كل الخطوات اللي عليه قرارات دي حصان خلي بالك يا محصن يعني فهيعمل اللي هو عايزه لكن هو لو قلل الحاجات دي هيبقى حاجه كبيره قوي كابتن هيقلها ازاي وما فيش قرارات بتتاخد ضد لكن مع الاسف يعني للاسف كل ماتش دلوقتي الحكام بيفضلوا بعد الفاول ال 13 يبدا يفكر في الكارت الاصفر يعني فرجاني بعيد شويه يعني فرجاني مش هيجدد يعني لكن لعيب كويس لعيب طبعا محوري بشكل كبير جدا نادي الزمالك لكن هو برضك شغله حته التمرير بن شرقي يا كابتن المساحات بن شرقي لعيب 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 مميز لعيب يعني قفل المساحات ازاي من وجهه نظرك يعني هو بن شرقي زي ما قلت لك كده لازم تضيق عليه يعني ما يستلمش لو استلم مساحه ويفوتش ويفكر واخد بالك دي خطورته فانا الخطوره دي ان انا ابدا اتوقع قبل ما تجيله افضل اقرفه في دي ضغط ضغط ولو استلم ازهقه بالبلد بالظبط يعني. بيلفش بقى لما بيلف عنده الخطوره بتاعت ده حقيقي ولو لف يطلع لبره يعني ما تخافش يا كابتن حضرتك استاذنا في الموضوع ده مباريات القمه ممكن تلاقي لعيب مش معمول حسابه وشفناها كتير ويتم الدفع بيه خاصه في النص ساعه من الشوط الثاني الاخراني بالظبط شايف ده ممكن يتطبق في المباراه دي ولا ده صعب من الفرقتين خلي بالك يعني كان زمان مباراه القمه يعني دايما لها نجم كده نجم تفتكر التملي كان بيجي من الناشئين يعني ناشئ بقاله مبارتين ثلاثه يتم الدفع بيه يتم الدفع بيه انا مش شايف لا في الفرقتين يعني كلهم معروفين وبقالهم فتره موجودين على الساحه مفيش حاجه اضافه يقدر زمان كان يعني المدربين يقول لك ايه النهارده في مفاجاه وحتى قريب القمه ده اللي بساله شايف ان لا مفاجات في التشكيل بالظبط مش هيبقى في مفاجاه مستر مانويل جوزيه مره دفع باحمد حسن استاكوزا حتى كلاعب لو مش ناشئ برده كان في مباراه في تفوق فيها النادي الاهلي بس انا مع حضرتك ان في المباراه دي مفيش اسماء من بره ولكن ايه بقى مباراه القمه اللي كابتن ماهر همام ما ينساهاش يعني مباراه كده حضرتك مع الزمالك ما تنساهاش عايزك تختص كده في الذكريات مباراه القمه 78 كاس مصر بس لو ما لهاش حظ على الكابتن ماهر 4-2 لان دي كانت ليها كمان ظروف قبليها ظروف غريبه الشكل يعني احنا كنا خسرنا الدوري بجول اعتباري بالظبط الهدف الاعتباري لصالح الزمالك هدف المحله الزمالك 2-0 الاسماعيلي في اسماعيليه واحنا كسبنا المحله 4 ولو كنا جبنا جول خامس جابت لغة تحكيميا الله يسيب الخير ويديله الصحة يا رب وكان هدف صحيح تحكيميا وجول خامس طبعا الزمالك في الاسماعيلي كانت مباراة سهلة يعني مشينا في كاس مصر وصلنا فضلنا من دور ال 32 وبعدين ال 16 وبعدين ال 8 ال 4 وصلنا نهائي مع الزمالك اتصاب بقى نجوم النادي واخد بالك كان مصاب كابتن محمود وطبعا كان وقتها الظروف صعبة كابتن محمود الخطيب كان مصاب وطارق الشيخ وكانوا جايين معانا المباراة مش احنا كمان مش عارفين هم في التشكيلة وكانت ظروف صعبة جدا بالنسبة لنا وبعدين خصوصا النادي الزمالك طلعنا 1-1 الشوط الأولاني وبعدين علي خليل جاب جول
الشوط الثاني يعني اتاخرت الدنيا والدنيا اتلخبطت وحصل طرد عند الزمالك للزمالك افتكر كان ممدوح مصباح كان طرد ولعبنا اخطر 14 دقيقه طوفان طوفان درجة ان مصطفى يونس كان ورايا ساب الحته اللي ورا دي ولا مرة انا طالع اجيب جول قلت له يلا يا عم توكل على الله لا ده احنا نكمل نكمل كلامنا يا كابتن الذكريات دي بس استاذنك بقى لازم نكمل على السحور يعني احنا برضو الطاقه محتاجين نشحن شويه اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنكمل كلامنا بعد الفاصل ولكن بقى الكابتن هنعزمه على السحور انتظرونا ما تروحوش بعيد ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم طبعا ومستمتعين بالحلقه طبعا مع كابتن ماهر همام واكيد مع زميل عزيز كابتن هيثم وطبعا يا كابتن ماهر في حاجه في الفصل كنت حضرتك بتتكلم فيها طبعا كابتن هيثم مركز مركز لا انت عارفني انا واخد اللوكيشن المظبوط حضرتك لا لازم الناس تعرفها حضرتك كنت بتتكلم طبعا كابتن محمود الخطيب والجيل ده وعلاقته باللاعبين بتوع الفرق الاخرى حضرتك اتكلمت عن اسماء كتير جدا حد حضرتك توصل للجمهور الحته دي وازاي العلاقه كانت ما بين الجيل ده جميله جدا عايز اقول لجمهور مصر ان كانت العلاقه اللي بيننا احنا كنجوم النادي الاهلي موجودين في المنتخب وعلاقتنا بكل المنتخب اذا كان اهلي او زمالك او الفرق الاخرى ويمكن كان على راسنا كابتن محمود الخطيب يعني هو كان ليه علاقه حميمه جدا بكل نجوم مصر يعني على راسهم مثلا لو اتحاد اسكندريه كابتن شحته كابتن جارم كابتن عادل البابلي المحله عمر عبد الله عبد الرحيم خليل مش عايز انسى اسماء كابتن علي بجريش اسماعيلي صحيح كابتن سيد بازوكا سيد بازوكا حتى علاقه كابتن محمود الخطيب بالكابتن حسن شحاته علاقة جيدة طبعا طبعا كابتن كابتن مصر بصراحه يعني كانت علاقه حميمه جدا وعايز اقول لك ان وما زال هذه الاجيال بصراحه يعني تطمن عليه وتحب تشوفه حتى الان تواصل مستمر بشكل كبير حتى العلاقه اللي كانت بيننا وبين الاسماعيليه وبين السويس وبين بورسعيد الحته اللي كانت بيقولوا يعني لا بالعكس احنا كانوا العلاقه بيننا وبين مصعد نور والسانجا في الاسماعيليه ودول بيعتبروا نجوم بورسعيد في عهدنا احنا علاقتهم بالكابتن محمود الخطيب كانت علاقه حميمه جدا السويس نفس الكلام السويسه عايزين ننعي الكابتن مدحت فقوسه طبعا فقوسة الله لعب للاهلي يا جماعه طبعا كابتن مدحت فقوسه طبعا الناس ما تعرفش المعلومه دي واخف دم الله يرحمه من ظرفاء العصر بصراحه يعني صراحه كابتن مدحت اطيب قلب يعني. ممكن تشوفه يا فارس هيثم وعشان كده ربنا كرمه يمكن في العشر ايام الاخر اللي هم رحمه عانى من مرض على مدار سنوات فالله يرحمه طبعا وتعازينا لاسرته والاهله كابتن مدحت فقوسه من نجوم النادي الاهلي اللي طبعا شرف الكره المصريه المنتخب العسكري اول بطوله للمنتخب العسكري بالظبط مهم الناس تعرف ده والله كابتن مدحت وهو اهلاوي طبعا والده وجده اهلاويه وعيله اهلاويه طبعا 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 ويعني قيمه وكامه قامه فعلا خسرنا يعني نجم من نجوم الكره المصريه ويعني كانت ذكرى الكابتن صالح كمان في المايستيرو العظيم كابتن صالح يعني الاب الاكبر لينا ومعلم سابير طبعا معلم الاداره انا في رايي في تاريخ النادي الاهلي وهو حتى قال انا اتعلمت من كابتن مختار التش يعني مختار التش ده كان راجل عظيم كمان كابتن صالح اتعلم منه هو قال كده كابتن صالح ويشيد بيه ده حاجه يعني جميله التواصل الجميل ده اللي احنا بنقوله في لاجل الشهر المفترج عايز اقول لك ان العلاقه بين الاهلي وبين السويس وبين اسماعيليه وبين بورسعيد علاقه حميمه من زمان وحاولت ناس كتيره جدا ان هي تبوظ حضرتك كنت بتكلمنا لسه يا جماعه مهم جدا برده عشان دي معلومات للتاريخ كابتن ماهر همام كان بيحدثنا عن استضافه مباريات نادي الاسماعيلي على ملعب مختار التتش بعد عوده الدوري في السبعينات على عكس ما قيل تماما بعد ما نادي الاسماعيلي ساب نادي الزمالك على خلفيه بعض الحاجات مش محتاجين ندخل فيها كابتن ماهر همام بتاكد لي ان احنا استضفنا النادي الاسماعيلي في مباريات وكنت اتفرج انا كنت ناشئ وقتها تحت 13 اتفرج انا كنت اتفرج عليهم اتفرج عليهم كابتن هاني مصطفى صحيح لعب مع وكابتن هاني مصطفى لعب معاهم وكابتن شحته اسكندريه بالظبط لعب معاهم
عايز اقول لك كابتن علاء ابو جريشه هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن علاء ابو جريشه كان كبير كان موجود. كابتن علاء ابو جريشه كان في القناه هنا. كابتن علاء ابو جريشه طبعا المعلومه دي واكد الكلام اللي بيقوله كابتن مالك. يعني الاسماعيليه كمان فاكرين الكلام ده. مهم جدا كابتن هيثم لان احنا معانا كابتن ماهر ما كلمناش بس في الكوره. احنا كمان لمسنا علاقه كابتن ماهر باللاعبين. انا بشوف ان ده الجانب الجميل من كره القدم يعني. صحيح. للامانه يعني الرياضه كلهم يا فارس يا هيثم حبايبي. وانا بصراحه كل مهاجم لعبت عليه كان ليه شخصيته وليه مستو وكان راجل موجود في ناديه. يعني مش عايز انسى حد. يعني انا كان لي شرف العب ضد كابتن علاء ابو جريشه وسيد عبد الرازق وامين دابو من اخطر الهجوم اللي ممكن تشوفها في المصري. طبعا كابتن مصعب نور الله يرحمه. في الاتحاد الكابتن شحته طبعا عالم طبعاً. من اعلام الكره المصريه وعالم من اعلام الكره في اسكندريه. كابتن علاء ابو جريشه وكابتن حسن شحاته في الزمالك وعلي خليل وفاروق جعفر طبعا من اللعيبه. الكابتن ابراهيم يوسف كان زميلي وحبيبي في منتخب مصر طبعا مع الكابتن مصطفى يونس. عايز اقول لك فارس هيثم انا ليه الشرف بقى ان انا لعبت مع مصطفى يونس وحسن حمدي ودول مثل الاعلى بصراحه. يعني انا استفدت منهم بشكل كبير جدا وهم فادوني بصراحه بخبرتهم وادائهم وشخصيه الكابتنه اللي كانوا من خلالها. يعني كملت بعديهم من احسن سنوات حياتي اللي انا استمرت فيها في المنتخب. جيل بيسلم جيل زي ما حضرتك. بصراحه من الخبره اللي استفدتها من حسن حمدي ومصطفى يونس كباتن فعلا محدش يقدر ينساهم. عايز اقول لك ان جيل السبعينات الصوره اللي جت في اول البرنامج كلهم ليهم شخصيات وكلهم ليهم اداء اذا كان مع النادي او مع المنتخب. بصراحه يعني العظماء الصوره. صحيح. مخرجنا الجميل جدنا نخبه من اللعيبه اللي يعني كل لعيب ليه شخصيته وكل لعيب ليه حسه وكل لعيب ليه مهارته مش موجوده في حد. صحيح. غيره هو. فيعني انا تحيه خاصه لنجوم السبعينات وانا ليا الشرف ان انا اكون واحد منهم والعب مع النخبه الجميله اللي الصوره طلعت دلوقتي. ويعني اللي عايش منهم نقول له ربنا يديله الصحه. ويمكن اللي احنا فقدناه بس يمكن الكابتن صفوت عبد الحليم ربنا يرحمه. لكن الباقي كله يعني ربنا يديله الصحه خلال شهر رمضان. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويكونوا يا رب في صحه. كابتن يعني ريحه الطعميه اخبارها ايه معاك؟ انا خلاص بيقول الشيخ ما شاء الله صراحه يعني واضح ان الشيخ خلي بالك انا قريب الطعميه الريحه بتعدي عليها الاول محترف يعني. يعني حضرتك بتقول انا ما بحبش اكيل بس طب يعني ما غيرتش رايك عن الريحه دي ولا؟ انا بقى في رمضان هيثم فارس قليل الاكل يعني ما فعلا ما شاء الله لسه حضرتك في حتى في الايام العاديه. يعني انا اول ما بتبدا ركبتي تزن عليا او توجعني وانا عامل حوالي 37 غرزه في ركبتي اليمين دي قاطع في رباط الصليبي والداخلي والغضروف وبطلت من خلالها. فانا بحافظ على اساس وزن عشان ما يبقاش في حمل على الركبه اقدر بس اكمل مشوار. لا بس برافو عليك حضرتك. بس النهارده هنبوظ الدايت شويه. لا النهارده لازم نشارك طبعا يا جماعه برده عشان نبقى عارفين. كابتن ماهر همام ليه وقعه اتحكت كام في مباراه الجزائر؟ احنا بنشوف كوره كابتن حسام غالي مع الاهلي الشهيره اللي هو شالها براسه من على الارض. كابتن ماهر همام يا جماعه حط وشه في مباراه الجزائر عشان خاطر يحمي الكوره في رجل المدافع. يعني انتم متخيلين عقليه كابتن ماهر همام والفداية اللي كان بيلعب فيها في الواقع دي. فارس كابتن ماهر انت بتجيب وقائع الواقعه دي سنه 84. عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب كل ندواته اللي كان بيبدا بيها كان بيبدا باللعبه دي. يعني كان رمز من ضمن الندوات اللي هي قبل التجهيز للرئاسه الكابتن محمود الخطيب كان بيشيد بالواقعه دي. يعني واقعة فعلا يعني كانت صعبة وما تتنسيش. والكابتن عبد الصالح وحش الله يرحمه كان في الدورات التدريبية الأفريقية كان بيبدأ بالواقعة. طب احكيها للسادة المشاهدين. يعني عايز أقول لك إن احنا كنا بنلعب منتخب الجزائر المباراة الأولى في الجزائر والمباراة الثانية في القاهرة. واللي هيكسب مننا هيروح أولمبياد لوس أنجلوس. لوس أنجلوس 86 الكلام ده كان 84 وده كانت المباراة الأولى بيننا وبين الجزائر كانت في الجزائر. عايز اقول لك ان احنا المباراه دي خرجنا 1-1 ابراهيم يوسف جاب يعني جول وهما تعادلوا واحنا كده في الوقت الاخير كده عصاد اللي هو الجناح لعب كوره طويله راحت للجناح
فراح منزلها زي شحات كده لما بيعمل مع السوليه سندها بينزلها له بين 6 يارد ضربه الجزاء. كابتن عبد الصالح قال لو انت تقدر يعني تخبط في العارضه وتطلع كوره خطره اعملها يعني حضرتك حرفيا خدت الموضوع بالظبط. فانا عملت يعني انا سبحان الله رد الفعل للمدافع ودي كانت صعبه قوي. يعني انا رحت مع الكوره وبعدين شايفها وهي نازله واخد بالك وعص رب احمد جير جاي بقى انت عارف رب احمد كان مهاجمين قطريين جدا جاي بعزمه كله جاي بقى ايه جاي بيدلع بقى يعني جاي فارد رجله كده وهيجيب جول بقى عالمي. فانا سبحان الله في ثانيه فكرت قلت طب هعمل ايه؟ رحت طاير اكني بطير في حمام سباحه الستارت بالحاره اللي انت بتاع حمام السباحه دي وبعدين الراجل بيضرب الستارت بالظبط كده فبتنط في دقيقه رحت طاير ونزلت عنده وهو بيحط الكوره راسي جت على انكر رجله شوت رجل شوت راسك على انكر رجله فهو قال لك لو انا شوت ممكن رد فعل اكسر له رجله فهو عشان كان محترف وقتها بيلعب في البرتغال فهو راح موقف رجله كده ثبتها ما رضاش يكمل فراح اتخطى في وش رجله ونزلت تضحك خفيفه جدا يا سلام اكرامي ما صدقش يعني اكرامي بجد دي كانت خلصت القصه كانت خلصت القصه خلاص ورحنا لوس انجلوس 84 يعني عملنا دوره عظيمه انا عايز اقول لك يا فارس ان احنا مشينا بقى مسافرين طبعا كان عبد الصالح وحش بعد المباراه عمل اجتماع للتيم وقال يا جماعه انا بشكر بقى امير همام ان هو نفذ الكلام اللي انا قلته بحذافيره واحنا في المطار في الفجر مروحين لقيت رب احمد جير جاي هو كان محترف في البرتغال فجاي معاه ابنه واسرته يعني فلقيته جاي عليا فسلم عليا قال لي يا همو انا عايز اسالك سؤال انت لعبت اللعبه دي ازاي؟ او الحركه دي انت قلت له ما اعرفش انا حاجه لا شعوريه حاجه جوايا انا لقيتك انت هتخلص علينا قلت اخلص عليك قبل ما تخلص علينا يعني عايز اقول لك كل ما بيقابلني يعني مع مرور السنين كل ما يتذكر اللاعب يتذكرها كابتن محمود خطيب ويتذكرها جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي ان حضرتك يا كابتن مات بجد والله قامه وقيمه انا سعيد ان كنت مع حضرتك النهارده انا سعيد جدا وفارس مع كابتن هيثم يعني. حضرتك كابتن هيثم لازم اختم يكون عند حضرتك برضه لان انا كنت سعيد ان انا معاك لا احنا سعداء بيك يا كابتن وبنشكرك وكل سنه وحضرتك طيب ربنا يخليك يا كابتن متشكر جدا انا سعيد بيكم طبعا وسعيد بالبرنامج الجميل اللي المشوق اللي مساعدنا ومفرحنا طول شهر رمضان وجمهور النادي الاهلي اللي هو 90 مليون بيتفرج عليكم ومستمتع جدا 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 بيكم وعايز اقول لك من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله لفارس وليك يا هيثم ولشيفنا طبعا اللي نورنا النهارده وقصه البرنامج وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وحضرتك طيب واعزائي المشاهدين دي كانت سهرتنا النهارده وكان ضيفنا الكابتن الكبير ماهر همام انتظرونا في سهرات جديده والاهلي في رمضان وما تروحوش عنا بعيد خلاص فاضل 4-5 ايام ولكن انتظروا سهرات والمزيد والمزيد من نجومنا واكثر